سلمت لي يا طيبة من دون لمستك الرحيمة، تغدو حياتي متعبة، مدي ذراعيك وضمي يا أمي. كم كنت حزينا لولاك يا ماما، سلمت يمناك يدي بعمري نعمة ربي، من أجل هدائي سواك أرسلك إلى الكون سلاما يا ماما. هومر، امتلكها بثقة. هذا البرنامج برعاية This one drops in. Forget it, mate. It's ecstasy. But he tee up someone in red, and he goes towards the left. تكاتبر عليه في المرمى في المرمى. والله قرار كويس في حالة انهم لو بالميزانية اللي ما صرفوهاش في 7 سنوات بيصينوا بها الملاعب، بيصينوا بها الاندية. واحد واحد يرجع الفرصة برالي، ورفع الحظر. هذا جاي بعد سنين عجاف طويلة على كرة القدم الليبية. الطبال ينطلق السبعة، هي الطبال. وان شاء الله نشوفوا جمهورنا في الموعد، ونشوف الملاعب تزدهر بالجماهير، وإن شاء الله يفرحونا. وبيت يا بيت، إن شاء الله هدف يا رب. في الحقيقة كنت فاتح المذياع بالصدفة في السيارة، وتفاجأت بخبر عودة الملاعب الليبية ورفع الحظر على الملاعب الليبية. موضوع كبير هلبع، ونبه اهتمام المسؤولين أكثر. والله عندنا ملاعبية وعندنا كرة وعندنا جمهور، لكن الله غالب. كانت يمات إن شاء الله مع شولو، وإن شاء الله للأحسن يا رب العالمين. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سلام، في برنامجكم الاسبوعي الاسبوع الرياضي، واللي حنتكلموا فيه على ابرز ملفات اللي ربما يتحدث بها الشارع الرياضي والكرة الليبية بشكل عام، هو الملاعب الليبية والعودة بعد فك الحظر من الكاف، وتحديدا ملعب بنين، وما هي الشروط التي وضعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لعودة هذه الملاعب الى الواجهة الخارجية من جديد، واستقبال الفرق والمنتخبات المحلية. بالاضافة سنتحدث عن بعض المواضيع الاخرى، ردة فعل المنتخبات المنافسة لمنتخبنا الوطني، تحديدا منتخب تونس ومنتخب مصر، الاجواء في هاتين الدولتين، بالاضافة الى الحديث حول اعتزال لاعبنا الدولي احمد بن علي، وايضا حول بعض الانديه اللي تعاني في هذه الفتره بدون وجود ملعب. على كل حال كما عودناكم دائما، خلينا نرحب بضيوفنا الكرام، ضيوف برنامج الاسبوع الرياضي. نرحب بالكابتن سمير. اهلا بك كابتن. اهلا بك عمر، انستنا ونورتنا. تحية ليك وتحية لمشاهدي قناة سلام وبرنامجنا الاسبوع الرياضي. الله ينسك كابتن سمير. ايضا لاعب محور وسط اليوم عز الدين. اهلا وسهلا بك عمر، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نرحب بزملائي في الاستوديو ان شاء الله. وكابتن نادر، خاطر نجوم اليوم نشاط وفعاليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مساء الخير ليك عمر ولكل مشاهدين الاسبوع الرياضي وقناه سلام، ونقول لك الحمد لله على سلامتك. شكرا ليك. هذا نرحبوا من تونس المحلل الرياضي كابتن نادر داود. كابتن نادر مرحبتين بك. اهلا وسهلا استاذ عمر، الحمد لله على السلامه. اول شيء تحيه للكباتن في الاستوديو، ما شاء الله، يعني استوديو مدجج بمحللين ممتازين، وكذلك ولكل مشاهدي قناه سلام الليبيه. يا سيدي اهلا بك كابتن نادم مره ثانيه، كيف ما كنت معنا في مباراه الترجي والاهلي بنغازي في طبعا في البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا، اليوم موجود معنا نتحدثوا حول فك الحظر او رفع الحظر على الملاعب الليبيه. ان شاء الله نشوف منتخبنا الوطني يواجه المنتخبات الاخرى، وايضا انديتنا الليبيه تواجه الانديه المنافسه على ملعبنا الليبي. على كل حال قبل ما نخش في تفاصيل هذه الحلقه، خلونا نمشوا واللي بعد زياره اللي قام بها الكاف.
الملعب الليبية. طبعا منتصف الشهر الماضي رفعت القيود عن استضافة المباريات الدولية بعد سنوات من الحرمان. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد الزيارة التي قام بها وفد الكاف لتفقد ملعبي طرابلس وشهداء ابنينا منتصف فبراير الماضي، انتظر الجمهور الليبي نتائج هذه الزيارة. الوفد أتى وغادر ووضع تقريره أمام لجنة الطوارئ بالكاف والتي رفعت القيود، وظهر رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني وزف الخبر السعيد، لكنه لم يوضح الكثير من النقاط التي صاحبت هذا الرفع. وفهم الجميع في بدأ الأمر أن ملعب شهداء ابنينا سيكون بإمكانه فتح أبوابه أمام المباريات الدولية، وأن ملعب طرابلس سيحتاج إلى بعض الإصلاحات حتى يكون هو الآخر جاهز لاستقبال الضيوف. لكن رسالة لجنة الطوارئ قرنت موافقتها النهائية بملائمة الملعب للشروط، والتي منها غرفة تغيير الملابس والأمن والسلامة الإلكترونية والكاميرات الخارجية ومجرى المياه الموجود بملعب طرابلس وخضع غرف التغيير للصيانة والتوسعة. ولقد ألقت لجنة الطوارئ بالكاف بالكرة في الملعب الليبي وقالت بوضوح: أمامكم حتى 10 مارس الذي بدأت أيامه، وما على أصحاب القرار إلا أن يبدأوا العمل ويواصلوا الليل بالنهار حتى يغيروا وجه الملعبين ويرفعوا الأيادي بإتمام المهمة ويحققوا أمان جمهور عاشق لكرة بلاد انتظرت لسنوات طويلة وعانت فيه المنتخبات والفرق مشاق السفر ورزنامة المباريات والتأشيرات والمعسكرات والتي كلفت خزائن الدولة الليبية ملايين الدولارات. طبعا كيف ما شفتوا هذا التقرير الخاص بالموضوع الرئيسي لحلقة اليوم برنامج الأسبوع الرياضي، يتحدث عن رفع الحظر على الملاعب الليبية تحديدا ملعب طرابلس وملعب نينا. سمير، يعني الكل سعيد بهذا القرار، ربما الكاف أعلن أن ملعبي بنينا وطرابلس تحديدا ربما بنينا الأقرب الآن إلى رفع الحظر الجزء على أقل تقدير، حكم أن وجود لالي بنغازي في الكونفدرالية الأفريقية حيكون متاح للفريق في هذه البطولة. لكن الموضوع الآن المربك للجمهور الرياضي أن الأمور غير واضحة بتاتا بالنسبة لهذا الملعب. يعني الكاف قال أن الملعب مازال يبي بعض الأشياء لكي يتم الرفع عن ملعب بنين لاستقبال هذه المباريات. احنا توخلونا في مبدأ رفع الحظر، هذا شيء جيد جدا لأنديتنا ولمنتخباتنا. مما لا شك فيه أمر أن الخبر ألقى بدلالها على كل الشارع الليبي. طبعا خبر كان سعيد جدا بالنسبة للشارع الليبي اللي الآن أصبح بإمكانه أو تحقيق كل أمانيه اللي في السابق أنه يشوف أنديته ومنتخباته يلعبوا أمام عينه. ولكن الشيء الملفت للنظر إنما تعامل اتحاد الكرة، تعامل أو تصريح الاتحاد رئيس اتحاد الكرة بأن تم رفع الحظر نهائيا عن الملاعب في ليبيا تفاجأنا بإشكالية، بحيث إن رفع الحظر ملزم بشروط اللي هي وضعها لجنة الكاف اللي زارت ليبيا منذ فترة بسيطة، بحيث إن يكون في تحوير في الملاعب وتجهيز الملاعب. أكيد أكيد، ولكن هل السؤال اللي يطرح نفسه، هل بإمكان المسؤولين عن الصيانة أو تغيير المحاور، تغيير يعني تغيير العمل اللي في الملعب، يعني معايير المعايير الملاعب، هل بإمكانهم إن هم يكونوا جاهزين يوم 10 مارس؟ ليش إحنا حتى في السابق حتى من خلال برنامجنا في جو سبورت وتكلم حتى زميلي نادر وكان دائما يركز على الملاحظة هذه، إن إحنا ما دام عندنا الكرة واقفة كذا نهتم بالبنية التحتية، نهتم بملاعبنا. لو كن فعلا كانت عندنا الرؤية هذه المستقبلية وإحنا شبحنا لقدام شوية وجهزنا ملاعبنا، لكن اليوم الموافقة خديناها من أول زيارة لل حتى لو في شروط بسيطة يعني تفداها بشكل سريع، ولكن قعدنا إحنا في سبات عميق ما تحركناش، إن إحنا ما اشتغلوش للمستقبل، ما شبحوش لقدام، دائما عملنا يكون في وقت قصير. يعني العمل هذا صعب انك انت تتعامل معاه يا عمر، انت تعرف الان باش تغير في ملعب طرابلس بالمعايير اللي طلبها الكاف
يحتاج لوقت، ما يحتاجش لعشر أيام، الآن أمامنا عشر أيام فقط، ما يحتاجش لعشر أيام. فأنت هنا لازم أنك أنت دائما تشتغل على الاستراتيجية البعيدة، لازم تشتغل برؤية مستقبلية أكثر، خاصة أنك أنت كنت فعلا في مساعي لرفع الحظر على الملاعبنا. يعني أنت عارف ومتأكد أنك أنت مادام دخلت في هذا في هذا المجال بحيث أنك أنت تسعى لفك الحظر على الملاعب، لازم أنك أنت تجهز نفسك باش يبدأ تمشي في خطين متساويين. لكن أنك أنت تسعى للأمور الإدارية وناسي الشيء المهم اللي هو أنك أنت تكون جاهز لاستقبال اللجنة اللي هي بتقيمك وبتضع المعايير، فهنا المشكلة الكبيرة. طبعا علاقتك في الكاف يعني معروفة، يعني أنت عندك عضوية في الاتحاد الليبي، في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعلاقاتك يعني ربما تعرف حتى المعايير المطلوبة. لا حتى في شيء ثاني عبد عمر، أنت مرات لما الآن ما عادش عندك حتى باش تقابل، يعني باش يعني الكاف أحيانا الآن يرفض أنه هو يرفع عليك الحظر لهذه الأسباب وتقعد فرصة ثانية لسنوات أخرى، ولكن أنت كنت تشتغل على الشيء هذا من البداية. عز الدين، يعني الجمهور بجد متفائل، يعني اتمنى نشوف انديتنا على ملاعبنا. انت ربما القرار نقوله ناقص، احنا طبعا نعرفه ان الموضوع مش سهل انك ترجع في تو تقرير الامني قال لنا ليبيا الان امنيه 100%، وهو الجميع اللي هو اللي كان خايف منه. لكن جو نرجع للامور الفنيه اللي هي الامور التجهيزيه للملاعب، هي اللي ناقصه، هذا اللي كان مفاجئ للجمهور. يعني هو نجو نرجع للجنة، اللجنة الكاف اللي حضرت لليبيا، لجنة الكاف، الكاف كله والعالم كله يتعامل بالواقع، ما يتعاملوش على الورق، ورق وميديا ودعايات وكذا كله ما يتعاملوش معها. جت اللجنة كانت واضحة، شافت ملعب طرابلس، شافت ملعب بنغازي، عرفت شنو العيوب اللي موجودة في الملعب كلها، وكان في واقع معنا بصراحة، لأنه هو العيب موجود عندنا هنا ماهوش موجود عند اللجنة. اللجنة يبوا يشوفوا، شافوا الملعب، شافوا إمكانيات، شافوا مثلا نسبة الأمن والسيفتي اللي موجودة في الملعب، زي ما شفنا احنا ملعب مثلا تو بنغازي قالوا لهم ديروا فيه كاميرات، ديروا فيه كذا الاسبراتوريات، زي ما قال سمير قبلي، هذه الأمور هذه المفروض أنت مهتم بها مسبقا، معنا ما استناش أنت لجنة، معنا احنا كيف كنا نلعبوا كيف كنا نلعبوا، ما نلعبوا في الدوري بدون كاميرات، بدون اسبراتوري كويس، بدون لكن هذه معايير جديده، يعني بدات لما دخل الفار. خليني المعايير، هو كلامك مزبوط، لكن المعايير هذه معايير مفروض في كره القدم، خلاص انت ما تخليش شخص زي حوشك، انت حوشك طبعا بدي له افضل باب، وبدي له كاميرات، وبدي له كذا، وبدي له كذا، كلها حفاظا على نفسك من السرقه، حفاظا على نفسك من وجهك العام حتى قدام الضيوف، قدام الناس. اعتبرنا احنا تو الان هذا بيتنا، وهذا بيتنا فعلا احنا في الرياضه. ليش أنا يعني البيت متاعي ما نظفاش؟ ليش بيتي ما نديرلاش؟ طبعا بنتكلموا على الإمكانيات، وبنتكلموا الإمكانيات لو شفنا من العشر سنوات السابقة بتغيير الوزراء وبتغيير الاتحادات كانت فيه هناك إمكانيات موجودة، لكن أنت أبدأ حاول أنك أنت تهتم ببيتك الداخلي. ديما عبد الروف نخدمه فوق يا زين، ديما نخدمه، ديما نخدمه فوق الضيق، احنا زين حتى في استادات منتخباتنا وفرقنا دائما نخدمه فوق الضيق، وهذا هي مشكلتنا هي. احنا الشيء الوحيد يا خويا مرتو بنقول لك حاجة، الكاف الان يتعامل مع واقع، الواقع هل انت عندك امكانيات، هل انت جاهز او توفر خلال 10 ايام؟ راهو انت مع ان البنيه التحتيه بتاعنا عز الدين، ايه؟ مع احترامي للدول المجاوره لنا ربما افضل منها بعض الشيء، يعني مقارنه بالدول المجاوره. قعدنا نقول الدول المجاوره، الدول المجاوره راهي براي ما لسه يعني احترامي اللي موجودين ممكن الناس اللي تسمع فيا من الدول المجاوره، احنا ديما نتكلموا على مثلا تونس ونتكلموا على مصر، مصر ممكن نوعا ما في ملاعب حكم ان الشركات هي اللي تبني افضل منك بل افضل، لكن بالنسبه لتونس راه حال من الحال نفس تمام الحال. تمام احنا خلونا نشوفوا تو ملعبنا شو صار فين، وشن الجاز شن الجاز. نمشي لبنغازي، طبعا معنا السيد محمد قرميدة المراقب الامني المكلف من الكاف لزياره ملعب بمينا للوقوف على استعداداته او تجهيزاته ان شاء الله لاستقبال منتخباتنا وانديتنا. ايضا حنكلموه بصفة المحلية الآلية اللي هي بصفة أمين مساعد بالاتحاد الليبي لكرة القدم. كابتن محمد أهلا بك عبر قناة سلام وأسبوع رياضي. أهلا وسهلا بك ونرحب بأي صفة، فنحن رياضيين يعني لا عارفينك ما تقصرش أستاذ محمد، احنا ما عنديش مشكلة، أنا حتى إداري فريق توسط لنادي الاتحاد يعني كانت البداية، وكان طبعا هذه ايام كنت انا في الوسط يا محمد.
ايوه تلك هي البدايه. يا سيدي مرحبتين بك باي صفه، انت في النهايه ليبي وطني وكيد تخاف او غيور على بلادنا، وانت اليوم مراقب امني يعني مكلف انك تفتش على الملعب بنينه تحديدا. طبعا خلينا نكلمك بصفتك انك مراقب امني، ابرز او الدرجات النهائيه اللي وصل لها ملعب بنينه حاليا لعودته واستقبال المباريات. انا صمت امس يعني دار امس في مدينه فغازي للتفقد وشوف الملاحظات اللي دار عليها الوفد يعني اللي زار المنهج يوم كان يوم 8 ليوم 11 الشهر الماضي. طلعنا هذه الملاحظات طبعا اليوم الصبح مع كل من يعنيها هذه الملاحظات، سواء من الناس المسؤولة عن التجهيزات داخل الملعب أو أيضا حتى النقل التلفزيوني والناس الإعلاميين. أيضا أمور الأمن والسلامة بين بعض ملاحظاتنا. طبعا التنفيذ حيبدأ من غدا صباحا وإن شاء الله احنا طبعا الوقت يأثنى، لأن حقيقة أن التحدي الوحيد اللي قابلنا هو قصة عامل الوقت، يعني احنا قدامنا نتكلموا على حوالي بكثير اسبوع اخر من اليومين الثانيين اللي احنا عندنا تقارير واشياء توثيقيه هذا الموضوع هذا. فنتمنى احنا زي ما ذكرت انت بس نعطيكم دائما احنا في اخر لحظه يعني هذا الشيء مؤسف طبعا نتحملوه جميعا، هذه كانها هذه عندنا احنا ما ولكن على اي حال احنا بنحاول كيف نستغلوا هذه الفرصه بعد ان رفع علينا الحظر اللي هو الامني، لان كان الوفد كان زيارته ايضا فيها شخص كبير جدا هو ما مدى جاهزيه الامن والسلامه. والحمد لله يعني كانت الامور طيبه ممتازه جدا جدا وكانوا ممنونين من هذا الموضوع. ايضا كان قيم مستوى ما مدى التزام الفنادق في استقبالها للوفود والرسميه من منتخبات وانديه وكان اطمئنوا لهذا الامر وشافوا ان من وجهه النظر الامن والسلامه ان هذه الفنادق يعني ممتازه تستطيع ان تستقبل الضيوف عندها. تبقى شيء اخر هو الملاعب طبعا هذا الشخص اخر يعني لا يتعلق هو بالحظر، ولكن جزء اخر ان جميع الكاف وطبعا حتى الفيفا تاكد لابد يكون عندنا ملاعب، وكل دوله لابد يكون عندها ملاعبين حد يعني ادنى يتلعب فيها المباريات الدوليه والقاريه. فطبعا هناك شروط ومعايير وضعتها هذه المنظمات. طبعا احنا ملاعبنا الى حد ما لم تمتثل لمثل هذه المتطلبات. طبعا لما شافوا ملعب طرابلس يحتاج الى العديد من المصلحات والتثبيتات، وان كان المثل التقرير بعد سيد محمد معلش سامحني على المقاطعه، هل هو مشمول في رفع الحظر بالنسبه للملاعب الليبيه؟ يعني الموضوع في الجدول ماشي مع ملعب بنينه ام الاولويه تكون ملعب بنينه؟ طبعا انا زي ما ذكرت لك يعني الحظر تم رفعه يعني جميع الاراضي الليبيه يعني جميع الملاعب الليبيه يعني مو جزء كما تم ذكره يعني. لا هو الحظر يعني خلاص هو كان الحظر كان فقط كان على امور امنيه وفي استقرار امني وكذا، ولكن الحمد لله تم رفع هذا الحظر. خشينا في موضوع اخر وهو هل لدينا ممتثله ممتثله لنظام تراخيص الانديه ولا ايش نقدر احنا نلعب عليها؟ هذا اذا خشينا موضوع اخر الان. اها ما هي فنيه. نعم الان اللي وقفون عليه مبدئيا هو ملعب بنينه ولكن باشتراطات لابد ان احنا نكمل بعض الملاحظات خلال هالعشر ايام هذه يعني. عندك ملعب مصراته استاذ محمد معلش ملعب مصراته؟ نعم انا حقيقه ملعب مصراته من فتره من حوالي اكثر من سنه تطرقت لملعب مصراته وقلنا قد يكون حتى هو اقرب لنا صديق مباريات قاريه ودوليه وان شاء الله يعني عازم ان شاء الله على اساس حندير لنا زياره يعني خارج نطاق التفتيش لنشوفوا ما مدى مطابقته وامتثاله لربما يكون يعني فعلا يعني زاد يحتاج الى بعض الاصلاحات ممكن نقدر ان احنا ملعب مصراته يستضيف مباريات قاريه ودوليه. فان شاء الله باذن الله
هذا من حكون لي زياره ممكن يوم السبت القادم ان شاء الله. يعني هو حتسوي من المستهدف حتكون له نصيب من زيارته. تمام سيد محمد. هو طبعا السؤال اللي اخذنا الجمهور الرياضي يعرف ان الدول الافريقيه بشكل عام امكانياتها الماديه امكانيات البنيه التحتيه سيئه، ملاعب غير جيده بتاتا، لا تصلح حتى لعب فئات سنيه. يعني كيفيه معامله الكاف، عفوا سيد محمد، كيفيه معامله الكاف تعامل الكاف مع مثل هذه الدول الافريقيه اللي بنعرف ان كيف. لا شوف من بدايه شهر يناير 2020 كان في تعميم على جميع الدول الافريقيه بان يكون لديها ملاعب وفق المتطلبات والشروط اللي محددها الفيفا والكاف. لان الملاعب اللي نحكوا عليها واللي احنا ديما الشارع اللي بيبان هو الملاعب يعني ماهيش مضبوطه وكذا. وممكن الكابتن سمير والكابتن نادر طبعا اكيد شافوا عدد من الملاعب اللي هي ماهيش جيده وشافوا ايضا ملاعب جيده في افريقيا. صحيح. وبالتالي اصبح الان في جميع الدول الافريقيه الان تعمل في تطور صح وفي تطور واضح يعني جدا 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 يعني تكون يعني بسنوات خلينا يعني نقول لك يعني من ناحيه تمام. احنا مش حنتكلم على الكاميرون اللي استضافت الشان، مش حنتكلم على الكوت ديفوار اللي عندها ملاعب ممتازه. الكاميرون عندها ملاعب وتسجيلات بعد الشان يعني شيء غريب جدا يعني ممتاز جميل. جدا جميل. بس خلينا نتكلم على الجزائر، سامحني الجزائر شقانا في الجزائر، ملاعب ربما درجه ثانيه درجه ثالثه ملعب صناعيه. اول امس مباراه الاهلي بنغازي وفريق موتيما بيمبي الكونغولي ملعب كينشاسا، هل هذا يدخل ضمن المعايير الفنيه للكاف مثلا؟ زي ما قلت لك يعني في بعض الملاعب قد لا تكون ممتثله ولكن هي قد تعطى لها فرصه. يعني في بعض الدول اعطاها فرصه لنا احنا نشوف ان في انجاز شيء في يعني تحديثات او في بعض الحاجات اللي هي صحيح فهي يعني يعطوا في فرص يعني انت كيف. لكن نقول لك يعني جميع يعني وفي بعض الدول الطارئه من اول السنه اللي فاتت تونس وقفوا جميع ملاعبها ما عدا رادس الى ان تم تصليح رادس والان في بعض الملاعب حتى يديروا لها في التحديث. يعني في بعض الدول الطارئه زيمبابوي ما السنه اللي فاتت ما خلوهاش تلعب على ملاعبها الى ان تم تحديث ملاعبها وانشاء ملاعب جديده. يعني ففي بعض الدول مصفينا اكيد. يعني مشيت وشفت فتشت عليها حوالي ثلاثه او اربعه ملاعب في الوقت ملاعب يعني جاهزه بنسبه كبيره يعني بنسبه 90% ولم يوافق على فتح الاشاعات لان ما زالت تحتاج الى بعض التعديلات. لا نحكي لك ان كان لن يتساهل في مواضيع الملاعب يعني معش يعني الملاعب اللي يلعب عليها ممكن في فتره ما نادر وسمير وممكن نتضايق منها لن تكون يعني صح. انا ارى من لمكش يا سيد محمد يعني نعرفك ولا في حتى واحد يشكك في وطنيتك واخلاصك لبلادك ووطنيتك لليبيا. وتعرف انت احنا كنا بدنا نكون ليبيا يعني متواجده بها فرق عربيه وافريقيه تلعب على ملاعبنا، لكن احنا نبوكم انتم صوتنا، صوت الجمهور الليبي، صوت الكره الليبيه في الكاف. توصلوا الراي، توصلوا تقاريركم وتقولوا يا جماعه راه من حقنا احنا ملاعبنا افضل ملعب دول ثانيه اكثر افريقيه اخرى، فاحنا بدنا نكون اكثر هذا الشيء يعني ما شو نقول ما توصلنيش عليه ولا اي واحد ثاني. صحيح انت صحيح انت تكون في دور انت وحتى انتبهت اللي معك هو توصل للسيد. ولكن ايضا حتى احنا مقصرين كدوله يعني نقصد ان لم نستثمر في الملاعب يا عمر. صحيح ما اعطوش فرصه لان ما لعبنا لا فتره ما فيش تحديثات. يعني خلينا ممكن ربما واتتنا ظروف لكن حتى ببعض الظروف اللي واتتنا كنا ممكن نقدر نديروا بعض الاشياء. انا بنقول لك على حاجه ايضا احنا ممكن كاتحاد كوره وكدوله او مثلا هيئات شباب الرياضه لم نلتقي ونناقش هذا الموضوع بجديه، بمعنى ان احنا ما فيش لجان ونقولوا كيف احنا ما عندناش ملاعب شنو ندير وشنو كذا. صح احنا نخدموا على الحاجه هذه الوقتيه، وقت فيه مشكله ندعكوها بشويه نتمشي لقدام، هذه نعرف هذا وضع الفيليب يعني. لما تصير مشكله ولا فوق الدير كنا نتلاقوا ننزل الوقت. صح كان عندنا فرصه كبيره. انا اذكر في شهر ثلاثه سيد محمد معلش على المقاطعه، في شهر ثلاثة كنت معنا حضرتك تحدثنا على الموضوع هذا وانت قلت في رسالة في آخر حديث ليك كان معي كابتن سمير وكابتن نادر في آخر حلقة في الجو سبورت في شهر ثلاثة 2020 قلت
يا ريت يهتموا بالملاعب لو في بذرة أمل إن إحنا يرفع عليه ملعبنا الحظر فيبقى ملعبنا جاهزة للدخول في المباريات على طول. هذه قاعدة في ودني وقاعد مجهز عندنا وجاهز عندنا في الأرشيف. نعم وهذه حتى كنت قبل يعني في تحديدا شهر نوفمبر 2019 قد يرفع علينا الحظر في أي لحظة لكن ماذا عن ملاعبنا يعني وجهة الإسلام هذا اللي هي شباب الرياضة والشركة المنشآت وكان ذاك الوقت حتى في الدوري كان فرصة لنا يعني. تمام على كل حال ان شاء الله نشوفوا ملعب نينا على الاقل تقرير جاهز فتره حاليه. شكرا لك سيد محمد قريميدا امين المساعد بالاتحاد الليبي لكره القدم وايضا مراقب الامني بالكاف اللي يزور في ملعب نينا الفتره الحاليه. على كل حال نمشوا للكابتن نادر داود. كابتن نادر يعني استمعت لكلام السيد محمد ربما رده الفعل في تونس تختلف بعض الشيء على الجمهور الليبي. المنتخب التونسي حيكون في لقاء في شهر 3 في مع نهايه هذا الشهر ان شاء الله لو قلنا بإذن الله حيكون في بنغازي. ردة فعل الكرة التونسية والجمهور التونسي وأيضا الصحافة التونسية في هذه الفترة بخصوص برفع الحظر عن الملاعب الليبية. والله خليني في البداية نوضح الموضوع مهم هو أهم شيء موضوع ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو يجب أن نهنئ ونبارك الشعب الليبي والجماهير الرياضية في ليبيا برفع الحظر وأن منتخب ليبيا والأندية الليبية سوف تلعب على أراضيها بليبيا الشقيقة. هذا مهم جدا. صحيح أن هناك تقصير من طرف السلطات الليبية في تجهيز الملاعب لأنه أنه لما أرسلت رسالة وطلب للاتحاد الإفريقي برفع الحظر على الملاعب الليبية وعلى ليبيا ككل أنك تكون مجهز نفسك أو تبدأ في تجهيز نفسك حتى تكون الملاعب الليبية ملعب أو اثنين على أقصى تقدير يكونوا على الأقل لهم المواصفات المطلوبة من اللجنة المختصة لإعطاء شهادة صلاحية الملاعب على المستوى الأفريقي. التقصير موجود لكن يمكن نفاجئك بموضوع أنه في فترة 10 أيام أنا حسب معرفتي ودرايتي البسيطة بالملاعب صعب جدا أن تكون الملاعب جاهزة. لكن الأهم حتى لو أنه مباراة القادمة مع منتخب تونس في يوم 25 مارس لا تكون على الأراضي الليبية مش مشكل، لكن المهم أنه في شهر جوان في انطلاق تصفيات كأس عالم مع هذه المجموعة التي ينتمي إليها المنتخب الليبي الشقيق تكون الملاعب الليبية جاهزة لاحتضان المباريات. معاك أن المنتخب التونسي والجمهور الرياضي في تونس يفضل أن تدور المباراة بين ليبيا وتونس طبعا خارج الشقيقة ليبيا. لكن يمكن نفاجئك أنه مترشح مترشح رسميا يعني لكن بالضبط لكن تونس حاليا عنده 10 نقاط يعني مش مشكل أنه حتى لو نهزم أمام منتخب ليبيا ويلعب أمام ليبيا ماهوش إشكال لأنه تأهل منتخب تونس لكأس أفريقيا من التحصيل الحاصل. لكن خليني نقول لك أنه سعادة الجماهير الليبية والاتحاد التونسي والسلطات التونسية برفع الحظر على الملاعب التونسية يعني أكيد والملاعب الليبية هذا أكيد ومضمون وفرحة عظيمة في تونس أنه الشقيقة ليبيا سوف تلعب على أراضيها يعني نوادي ومنتخبات. لأنه المهم حاليا هو تجهيز الملاعب الليبية لاحتضان المقابلات القادمة. يا ريت يا حبذا لو يكون في وقت قياسي ملعب بنغازي جاهز لاحتضان مقابلة ليبيا وتونس يوم 25 مارس. لكن إذا هذا لم يتم فعلى الأخوان والسلطات والمسؤولين على تجهيز الملاعب الليبية حسب مقتضيات لجنة صلاحية الملاعب أن يكون جاهزين لانطلاق المنافسات المونديالية والتأهل لكأس العالم في شهر جوان. لأن ليبيا موجودة في مجموعة فيها مصر وأنغولا والجابون وأنا أعتقد بالرصيد البشري وباللاعبين الموجودين على ذمة الإطار الفني الليبي لما يكون عندك الهوني وعندك سولا خليني نقول أنه مفاجأة الدوري الليبي وواحد من أفضل اللاعبين الأجانب ولو أن لا تصح أن يكون لاعب ليبي أجنبي في تونس لأنه يلعب في تونس في بلده يعني مش مشكل. لكن هو يعتبر في الأخير لاعب شمال أفريقيا ولاعب أجنبي. لما يكون عندك الخصي وعندك صبو في الاتحاد المونستيري وعندك الورفلي في الرجاء بصراحة هذا المنتخب أنا نقول عنده حظوظ كبيرة
أنه يكون متأهل لكأس العالم، لأنه بصراحة التأهل لكأس أفريقيا بعد النتائج الأخيرة وثلاثة هزائم وانتصار وحيد الأمور صعبة نوعا ما، لكن في كأس العالم أنا أعتقد المهارات الفنية للاعبين الليبيين ولهذا المنتخب قادر بالسند الجماهيري والدفع الجماهيري الكبير. وأنا دربت في ليبيا ونعرف شو معنى قيمة الجماهير الليبية لما تكون حاضرة في الملعب والدفع الكبير للمنتخب والأندية الليبية، أعتقد سوف يكون له تأثير كبير على تأهل الأندية الليبية، منها أهلي بنغازي اللي موجود كذلك في مجموعة صعبة اللي فيها إنيمبا وفقسطيف وأورلاندو بيراتس، يعني مش يكون دعم جماهيري كبير لأهلي بنغازي وللمنتخب الليبي في تصفية المونديالية. أكيد كابتن نادر، من نادر النادر، نادر كرم يعني 25-3 مباراة ليبيا وتونس، أنا متوقع ربما التجهيزات اللي جازوا فيها ملعب نينا ربما تقام أم لا في ليبيا؟ والله شوف، هو الموضوع معناها أخذ معناها توسع كبير من ناحية التصريحات. اليوم تكلم عنا المسؤول الأمني على الملاعب السيد محمد أجريميدا، تكلم في برامج سابقة، تكلم رئيس الهيئة الشباب والرياضة في برامج أخرى، معناه بانت الصورة. تكلم السيد عبد الحكيم الشلماني على رفع الحظر على الملاعب. حسب المعطيات اللي نشوف فيها أمامي اليوم عمر، نتفق مع السيد نادر أنه صعب في الفترة القريبة القادمة أن احنا نلعب في ملعبنا. الرفع الحظر فيه عدة جوانب، هو الجانب والشق الأمني، رفع الحظر أمني، تقرير أمني 100%، تقرير الأمني 100%، تقرير جاهزية الملعب أعتقد فيه تعجيز عمر. هنا الموضوع هنا فيه تعجيز، لما تقول لي 10 ايام صعب جدا حسب المعايير والمواصفات اللي يشتغل بها واللي تطرق لها السيد محمد جريميدا. لكن انا بنسال سؤال، هل احنا ممكن ثلاثه رياضيين ولعبنا في افريقيا عز الدين وسمير معناها قبلي ولعبوا وشافوا المعايير، ممكن تبدلت شويه، لكن قاعدين نعرفوا معناها شنو مواصفات ملعب طرابلس، ملعب مصراته، ملعب نينا، وعدم ربما غلطه ربما عدم يعتب عليه يعني اضافه بعض الملاعب ذهاب لملعب مصراته، معناها ليش ملعب مصراته فيه كل المواصفات، فنادق قريبه، ارضيه الملعب جيده نوعا ما مقارنه بملعب حديث غرف الملابس. احنا اليوم السؤال، احنا نلعب في تصفيات، احنا اليوم نلعب في 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 تصفيات كاس افريقيا معناها تحت مظله الاتحاد الافريقي، ونعرف الدول الافريقيه على سبيل المثال لما نتكلم على مالي، على تشاد، على النيجر، على السودان، هذه ملاعبها ما فيهاش مواصفات وقاعده تلعب. نادر قال لك في تحديثات لابد للملاعب، حتى التحديثات انا بنمشي معها، بنمشي معها حتى بالتراخيص الجديده، بالمواصفات، بالمعايير الجديده. الدول اللي ذكرتها لك هذه، واحنا مشينا شفنا لما تتكلم على ملاوي ساوتومي، هذه دول ما فيهاش مواصفات، مستحيل. هذا تتكلم على 13 سنه و12 سنه وقاعده تلعب توا، لا نعرفوها، نتفرجوا على البطولات الافريقيه عمر، ما فيهاش هذه المواصفات. لكن احنا بنمشوا مع الاتحاد الافريقي، هل في 10 ايام حسب معلوماتي الخاصه واكيده ان الاهلي بنغازي على سبيل المثال مش حيلعب مبارته مع القادمه في ملعب بنينة، لان اليوم ما فيش قرار من المكتب التنفيذي، القرار ما فيش قرار رسمي من المكتب التنفيذي بيلعب، فبالتالي اليوم اقرب شيء حيلعبوا في ملعب في مصر الاهلي بنغازي. القرار ما تفعلش هو على مستوى رفع الحظر على الملعب. نادر تفاعل القرار بان انزل الكاف او نزل بيان في موقع الرسمي بان ليبيا تم رفع الحظر على ملعبها كويس، مع كويس تطابق المعايير المشروطه من قبل الكاف، المواصفات المعايير. انت تتكلم على ان في تعجيز، احنا ما بنقولش نتكلموا على السابق وتطرق لها سمير، وكنا دائما نقولوا نستغل الوقت ونهتموا بملعبنا لما نخاطبوا على الاقل عندنا حاجه. وتكلم لها السيد نادر وقال مفروض قبل ما نخاطب لازم نكون مجهز ملاعب وفق المواصفات، خاصه احنا عندنا مسؤول ليبي يشتغل على في هذا الملف اللي هي جاهزية الملاعب، مفروض يعرف. لكن واضح أنه ما فيش لغة تواصل بين الاتحاد الليبي وبين هيئة الشباب والرياضة وبين الدولة الليبية، لأن هذا مشروع دولة. لكن احنا اليوم نتكلم على زيارة الكاف، وفد الكاف، أعتقد أنه تعجيزي في 10 أيام، صعب جدا أنك أنت تجهزهم الفترة القريبة، وإحنا عندنا استحقاقات اللي هي مباراة تونس، عندنا الأهلي بنغازي. طلع قال الكاف أصدر قراره برفع الحظر على الملاعب الليبية خميس الأربعاء. إيه بالضبط، إيه. إيه عندك حوالي 15 يوم مش 10 أيام. 20 يوم. تمام، الفترة اللي صعب الفترة يا عمر. الفترة اللي جت فيها اللجنة، هل من المعقول ان اللجنه ما قالتش يا جماعه راهو عندك النقطه هذه النقطه هذه النقطه هذه لابد انت كدوله هي حطت معايير اللجنه
تمام يعني من جهه وانت ما اشتغلتش على وفق المعايير هذه والعيب عندك مش عندهم شوف هم التسليفين الموضوع تقول شيء 10 ايام وتقول صعب عمر يعني خلي 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 شويه معلش مش عند الكاف هو الكاف الكاف خلاص الكاف اعطاك ممكن قطع ملام بيقول لك نبي 10 ايام تمام لكن العيب عندك انت انت ما اشتغلتش كيف تبي تلعب ما اشتغلتش انت المشكله قاعده عندك انت مش عندهم هم في شيء ثاني شوف العيب من الكاف في شيء ثاني شوف العيب من الكاف المعايير نتاعها ما تتطابقش مع الملاعب احنا قاعدين نشاهد وعايشين في القرار أنا برد عليك شوية معلش نادر في النقطة هذه بالذات عرفت احنا ممكن نتفق مع نادر ان في ملاعب ما فيهاش المعايير المطلوبة من الكاف في افريقيا واحنا جربنا وشفنا في 2 في 2 وشفت يا سيد يلعب بس في حاجة ثانية نادر ان انت موقف يعني كان عندك حظر على الملاعب نتاعك الان عملية رفع الحظر فلازم انت بتجي تحت مظلة المعايير الجديدة راه فالملاعب اللي تلعب عليه السنة هذه خل لحظة بس نادر انت انا نادر احنا تكلمنا حتى في السابق يعني ما ندفوش على الكافره لكن نتكلم لا 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 الكلام اللي موجود لا ما اسمع لا اسمع جلد الذات مهم جدا ضروري يجب ان احنا نعترف باخطائنا صح فهمت احنا كنا نكونوا جاهزين لليوم هو من قبل فهمت حتى لدورينا احنا نعرف ان في يوم من الايام الدوري حينطلق بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه الدوري حينطلق حتى في الظروف اللي كنا فيها كان تم ممكن تم في بعض الصيانات البسيطه اللي انت ممكن الان كان ترفع عليك الحظر وانت مستريح يعني لما جبت اللجنه في اللوم على المسؤولين نتاعنا تو احنا شو كنا نتكلموا لا سمير انا الوفد اللي جانا سمير ما جاناش من اوروبا الوفد اللي جاي زارنا لما تتكلم لي وفد اوروبي ايه المعايير الملاعب الاوروبيه لكن نعرف الواقع في افريقيا ما تقوليش مواصفات الكلام هذا نعرفوه تو اعطاك الادنى نادر ما اعطاكش نتبعوا في الكوره ونشوفوا في ملعب السودان ملعب تشاد اللي تلعب عليه بطولات يا نادر انت يا نادر يا نادر انا في 2012 ل 2012 في بنين ملاعب بنين لما كنا في 2006 و2007 و2008 كان ما في شيء متغير الملعب حتى من حجرات الملابس الداخل نادر لبن الان في السودان تغيرت في تشاد تغيرت الملاعب هل تعلم انت الملعب قائم ما تغيرش يا سمير المعايير نفسها ملعب احنا كنا نلعبوا في ملعب تحت الفيفا بتصفيات كاس عالم ماشي الحال غير اسمع ملعب النيجر هو لما كنا نلعب فيه لا سمح لي بس ملعب النيجر لما كنا نلعب فيه في فتره 2007 2006 ملعب كبير فيه مواصفات نادر مصرات افضل منا والله مصرات افضل منا سمير يا ملعب كبير في عندهم ملاعب ثانيه صغيره عندنا مشاكل مع الكاف يا شباب انا نشوفها تعجيزيه كيف عندك مشاكل عضو التنفيذي قاعد رامس يعني ليش نتكلم على الماضي يستحاش مع الكاف ما يحبوناش يا سيدي يعتبرونا احنا ما يحبوناش الكاف احنا ليبيا الكاف احنا وياهم ما نعطيهمش العذر احنا ما نعطيهمش العذر المشكله فاش توا يا سيدي خلاص تم 10 ايام مش حنلحقوا عليهم لكن هل لو ما لحقناش في 10 ايام احنا حنستمر ولا بنوقف انا متاكد حيوقفوا نقول لك ليش توا احنا الكره عندك خلاص 10 ايام نساهم يا سيدي مش حيوافقوا لك لكن على الاقل استمر في الشغل استمر طبعا في الموضوع موضوع مفتوح عز الدين حتى الكابتن نادر داود لو بيدخل معنا يتداخل ما فيش اشكال يعني الموضوع مفتوح مايك عندك كابتن نادر مشكله ثانيه قاعدين نعاني يعني. منها توا الان ممكن نادر شوفها باهي احنا توا ليبيا عندها امكانيات ما انا ضد اي شخص يقول ليبيا ما فيهاش امكانيات ليبيا افضل امكانيات في افريقيا انسى لي الدول هي انا الان قاعد نتكلم على ملعب عشب صناعي ممكن سيد نادر مرة يسمعها ويقول لك العشب الصناعي اللي قاعد نتكلموا عليه وانا المدة الماضية نسمع حتى في ان ملعب على شولو لا يجهزوا له العشب الصناعي لا 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 عشب سمعنا انا سمعت غير سمعني شوية خليني نكمل لك انا كلامي انا سمعت غير لحظة دقيقة غير لحظة دقيقة لحظة يا شباب خلوني من نفي والكذا اتصلوا بعد من شباب رياضة لا لا اكد السيد رئيس هيئة شباب رياضة في تصريح تمام اكد انه قال الموضوع تمام تمام اللبس بس احنا قاعدين في نفس المشكلة لو ان مثلا قعدنا في الملعب اللي هو طرابلس بعشب صناعي ما انا قعدنا في نفس الكارثة لكن هو عز الدين والكلام للجميع هو هيئة الشباب والرياضة تلام بشكل كبير على موضوع الملاعب اكيد لان تو يعني انت عندك فتره مع احترامي الشديد الملاعب اللي تكلمنا عليها من قبل قلنا راه الملاعب يا جماعه لينا سنتين وسنه ونص معقوله ملاعب مدن كبيره زي طرابلس زي مصراته زي بنغازي زي سبا زي الكلام هذا سامحني عز الدين في جو سبورت قلناه باهي واشرنا له اكثر من مره انه نادر فهمت في اللي قال هذا شنو يقولوا مش وقته او اليوم وصلنا له احنا كل نادي يفكر في مصلحته سمير لا لازم يكون عندي رؤيه مستقبليه انا خاصه اني انا قادم على اني انا داير رساله للكاف بحيث يرفع الحظر على ملاعبنا باهي لازم يكون جهز نفسي جهز نفسك اذا حتى في حاجه ثانيه لو الان الناحيه الامنيه 100% وهذه هي ممكن ركيزه اساسيه بالنسبه لقرار الفيفا
قرار الكاف. تمام. ولكن احنا الان عندنا الحاجه البسيطه هي ان احنا نجهز ملعبنا، ماهيش حاجه كبيره، حتى ولو في العشرة ايام ما جهزتش انا ملعبنا جاهز. لكن ما نوقفش. صحيح ما نوقفش. هذا ما يرفعناش الكلام ثاني يا اخوان. كيف؟ ان هي تكون حمله عالميه دعائيه للانتخابات القادمه. احنا نتمنوا وباش نكونوا واضحين صراحه، نتمنوا زياره الكاف وتحسب للسيد عبد الحكيم الشلماني. لو كانت فعلا شفنا، انا نؤمن بالافعال، انا ما نبيش نتكلم، ذكرناها اسباب فقط تو حاليا. انا نراجي يوم 25، هل منتخبنا بيلعب في ليبيا؟ هل الاهلي بنغازي بيلعب في ليبيا؟ انا نقول له بارك الله فيك وشكرا للاتحاد الليبي اللي مسؤولين عليه حاليا، بارك الله فيكم انكم سعيتوا وكنتوا سبب رئيسي في رفع الحظر الملاعب على ليبيا. لكن اليوم لما نشوف انا القرار التعجيزي في 10 ايام تقولي جهز ملاعبك، نشوف فيه هنا ان شاء الله يكون كلامي غلط، ان شاء الله ما يكونش حمله دعائيه للانتخابات القادمه في رئاسه الاتحاد الليبي. لان اليوم لو رفع رسميا وبقرار فعلي من المكتب التنفيذي، انا نقول لك شكرا وبارك الله فيك وشيء يحسب لك ونقعدوا نذكروه به دائما. يحسب لي منه لرئيس الاتحاد. لا غرج دقيقه شلماني كونه هو عضو مكتب تنفيذي. لا خلوك في الدرس. لكن انا نشوف فيه قدامي. معليش اعطوني نقطه بس نقول لكم عليها. لا 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 خليني اقول، لا اعطوا للناس حقهم، حتى اللي في دار الحق اعطوه حقه. راو بالنسبه لقرار الرفع، راو المرحوم الجعفري كان ليه دور. نزيد نثني عليه من غير هذا، فيه دور كبير قامت به الانديه اللي هي المباريات السابقه اللي صارت هذه اللي الاهلي طرابلس وفي بنغازي مباراه الهلال تقريبا على ما اعتقد مباراه الوديه. دخول الفرق الافريقيه اللي لعبت مباريات داخل طرابلس وداخل بنغازي، هذا ليه دور كبير. الموضوع راه اصبح الان جميعي، ما ليش علاقه باتحاد الكره هو المؤسسات بالكامل. لكن هو السبب الرئيسي. لكن انا ما ننسوش الحكومه، ما ننسوش الحكومه، ما ننسوش تدخل الحكومه، ما ننسوش راه الموضوع فيه. لكن هو عضو مكتب تنفيذي. لا ما يحسبش بين الواحد يقول اللي ليه ولا عليه. تمام. وقت النقد ننتقدوه ونقولوا الاخطاء نتاعه، لكن اليوم هو رئيس الاتحاد الليبي اللي موجود حاليا، عضو مكتب تنفيذي، اسعاه في هذا الملف وبارك الله فيه. لكن ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون صادق هذا الملف، ما يكونش عباره عن حمله دعائيه فقط. لنا اليوم ما فيش قرار رسمي من المكتب التنفيذي الى هذه اللحظه، وانا عندي معلومات اكيده ان الاهلي بنغازي مش حيلعب في ملعب بنين المباراه القادمه. في انتظار التاكيد ومتاكد انه حيجهزوا المعايير والمواصفات بالنسبه لملعب بنينه، حتى لو تجهزت الاهلي بنغازي مش حيلعب. وان شاء الله كلامي يطلع غلط ويلعبوا في بنغازي. شوفوا كابتن نادر داوود شن تعليق على الموضوع. كابتن نادر تفضل. وكانه راح لطريق ثاني، وهو يعني من كان المسؤول عن هذا القرار السعيد. يعني هو تضافر كل الجهود، هو الاستقرار السياسي والامني وطلب الاتحاد. يعني خلينا ما نجزئوش، لا نجزئ النجاح او نعطي شك على بياض من كان وراء رفع الحظر على الشقيقه الليبيه والملاعب الليبيه. هو يعني ظرف كامل خلى انه الكاف توافق على عوده الروح وانه الانديه والمنتخب الليبي يلعب في الملاعب الليبيه، وبالتالي جهود تضافرت كلها. صحيح ان نختلف في عهد في وقت مش في جهود مجهود الدولة ما لهاش علاقة سيد نادر. الدولة لو كانت عندها علاقة في هذا الملف راهي جهزت الملاعب من المدة الماضية، سنتين واقفين احنا سيد نادر، احنا لينا عامين واقفين على الكورة، كانت راهي كان في تواصل بيناتهم. اليوم يتكلم المسؤول على الملف الأمني السيد محمد قريميدا ليبي، تمام، ما فيش لغه تواصل بينه وبين هيئه الشباب، يعرف المواصفات حديثه ويعرف شو اللي يبيه الكاف. راه كان في تواصل في خلال العامين هذوم، جهزوا ملاعبكم حتى لما نقدموا للكاف على الاقل نلقوا رد مباشر وسريع جدا. اليوم اللجنه جد وسعى الاتحاد في 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 قدومها الى ليبيا، لكن المعايير مش متوفره، هذا مشروع دوله. ايضا اليوم ما نقولش الدوله ساهمت، لا، اليوم الموضوع هذا يخص الاتحاد الليبي، المسؤولين بهذا الملف. هذه وجهه نظري انا الخاصه، الملف هذا يخص الاتحاد الليبي فقط، هم لسعوا اذا كانوا صادقين وفعلا بقرار رسمي بالرفع الكامل. صديقي، هي المعايير اللي طالبتها الكاف مش موجوده حتى في تونس. يعني عندنا صعوبات كبيرة في تونس لتجهيز بعض الملاعب ولأخذ الصلاحيات، وكل موسم تكون هناك عملية صيانة كبيرة حتى نأخذ الصلاحية من الكاف للعب المباريات. أنا بالنسبة لي التقصير موجود، لكن وكأنه القرار
الموافقة للعودة للعب في ليبيا كان قرار مفاجئ، وكأنه عند تقديم الطلب للكاف لدفع الحظر ولا حد كان ينتظر أن يكون الإجابة تكون إيجابية، وبالتالي هناك القرار كان مفاجئ. أنا معاك أن هناك تقصير، والمفروض أن السلطات والهيئة العامة للشباب تجهز نفسها لهذا اليوم السعيد ولهذا القرار السعيد، وهو عودة اللعب في الملاعب الليبية. لكن هذا حتى في تونس ما عندناش يعني وضعية لموجودة في ليبيا، لكن كل موسم نلقاو يعني صعوبات كبيرة لأخذ الصلاحية السنوية للعب في تونس. المهم حاليا بالنسبة لي هو أن القرار السعيد اتخذ، أن الكاف رفعت الحظر على الشق على الملاعب الليبية. حاليا المشكل أصبح مشكل ثاني، هو الصلاحية الملاعب الفنية الأخرى حتجي مع بعضها يعني طبعا توجي بعدين يعني ما يلزمش اليوم أنه القرار المفاجئ هذا أنه في 10 أيام أنه نجهز الملاعب الليبية أن تكون جاهزة، راهو صعب جدا. لكن أن نلوم الجهات المختصة، نعاتبهم بلغة أخرى يعني هم مقصرين أوكي، لكن عندنا الوقت حاليا حتى لو كان المباريات تاع شهر مارس ما كانوش في الملاعب الليبية، المهم أنه في خلال شهر أو شهرين تكون على الأقل ملعب بنغازي وملعب طرابلس جاهزين لاحتضان يعني مباريات المنتخب في شهر أجواء القادم. تمام، خلينا نشوفه. بس هو موضوع يعني ملعب بحاجة للصيانة، أي ملعب يعني واقف له فترة أمر طبيعي بيكون بحاجة للصيانة. على كل حال خلينا نمشوا لقاءات اللي أجراها الزملاء بمكتب تونس، ردة فعل المواطنين الأشقاء في تونس وأيضا المواطنين الليبيين موجودين هناك حول رفع الحظر عن الملعب الليبي يوم 8 أشهر. القرار جاء في وقته، وإن شاء الله يستفيد منه المنتخب الليبي وفريق الأهلي بنغازي، وإن شاء الله يكون خير على ليبيا يا ربي. الحمد لله فرحة كبيرة للشعب الليبي كله والشعوب العربية، يعني بالنسبة صار احتفالات ويعني وبش يلعب الفريق الليبي سواء منتخب أو الفرقان في بنغازي أو طرابلس أو أي منطقة في ليبيا. خبر سعيد بالنسبة للشعب الليبي باعتبار أن لنا فترة طويلة ما لعبناش على الملاعب الليبية والأرض الليبية، كان أغلب مبارياتنا خارج الملاعب الليبية طبعا في تونس وفي مصر، لكن هذا طبعا خبر سعيد لنا وللجماهير الليبية، لأن الجماهير الليبية عاشقة للكرة القدم. إن شاء الله تنفتح النوادي وترجع اللحمة واحدة ونحبوا بعضنا، وإحنا سكاننا شوية الليبيين نحبوا بعضنا مفروض، وتنفتح النوادي متاعنا. قرار كويس إن شاء الله، دعم جيد للدوري الليبي والأندية الليبية والملاعب الليبية، حكم أن النادي الأهلي بنغازي هو تقدم خطوة كبيرة. أكيد هو قرار كويس بالنسبة للشباب يعني في الوقت الحالي اللي نحن فيه، وشيء يعني نحن كنا محتاجينه في الفترة هذه يعني بحكم المرحلة اللي مرينا بها كذا، فأي حاجة ترفع عن الشباب في الوقت الحالي وعن الناس هذه حاجة هتكون إيجابية بالنسبة لنا يعني. طبعا الكل متفائل برفع الحظر على الملاعب الليبية وعودة انديتنا منتخبات لاستقبال المنتخبات المنافسة. سمير هذا سؤال اخذنا ربما احنا ما كملناش مع نادر كارا، يعني سؤال يقول نادر قال ان الموضوع دعاية انتخابية لا اكثر ولا اقل. ربما يقصد انا اتفق ان شاء الله يكون لا انا اتفق مع نادر وان شاء الله يكون اجلاس طبعا، لان ليش ترى يا عمر احنا ما عندناش معايير في ملاعبنا، بالدليل الدوري الان. هل الدوري احنا الان رياضيين يلعبوا في حتى الارضيه، خلينا نتكلموا على ما يخص الاسبيراتوري والمرافق الثانيه بالنادي، الارضيه الملاعب، التصوير نتاع الملاعب، احنا راهو احنا الناس تقدم القدم واحنا نوخر التالي. راه في 2007 ل 2008 ولل 2013 ملاعبنا جيده وتصويرنا جيد، الان اصبحنا اسوء العالم تطور واحنا قاعدين احنا نمشي التالي، هم يقدموا واحنا نمشي التالي. ما لازم نكون واقعيين، انا قلت لك انا لازم جلد الذات، لازم نعترف باخطائنا. فهمت؟ اول شيء تواصل بين مؤسسات الرياضه في ليبيا غير موجوده. الان لما اتحاد الكره يراسل الاتحاد الافريقي بحيث انه هو يرفع الحظر على الملاعب،
انت كاتحاد الكره مباشره تدير اتصالاتك بوزاره الشباب والرياضه بحيث انك انت تجهز الملاعب نتاعك، حتى ولو ما حصلتش الحظر ما رفعش الحظر على ملعبنا يكفي انك انت تلعب في دوري في ملاعب صالحه للعب. اللي نشوفه احنا حتى رياضينا ما عنديش رياضينا، ما نقدرش نقيم رياضي الان، ما نقدرش نقيم فريق يلعب في مثل هذه الملاعب. وانت عندك نائب الامين العام يشتغل في هذا الملف اللي هي المواصفات الملاعب في نادر وفي نادر الأمنية. في نادر ممكن نادر انت ممكن استشفيت انه ممكن تكون دعايه اعلاميه او انتخابيه فهمت، من حيث الان القرارات اللي اصبحت الان تتار من اتحاد الكوره. الان كل مره فرحان يطلع الاتحاد رئيس اتحاد الكوره هو بداته يتكلم على رفع الحظر فهمت، بلاش في امور ثانيه ما يطلعش رئيس اتحاد الكوره. في فترات من فتره من الفترات كنا احنا نستجدوا انه ونطالبوا فيه انه يطلع معنا باش يوضح لنا بعض الاشياء ما يطلعش معنا. صحيح. الان الصراع على الانتخابات راه كل شيء وارد. تمام، احنا الموضوع مازال متواصل والحوار ايضا متواصل معكم مشاهدينا الكرام في برنامج اسبوع رياضي في حلقه اليوم اللي مليئه بالتشويق والاثاره مع سواء مع الكباتن او مع ضيفنا الكابتن نادر داود، وايضا حيكون معنا ايضا في الجزء الثاني عدد من الضيوف للحوار اكثر حول رفع الحظر عن الملاعب الليبيه. نمشي للفصل ومن ثم نواصل ان شاء الله. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة اليوم من الأسبوع الرياضي اللي نتكلموا فيه أيضا حول عودة الملاعب الليبية ورفع الحظر من قبل الكاف، مع طبعا مع وجود بعض المعايير والشروط التي طلبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عودة ملاعبنا من جديد لاستقبال الأندية والمنتخبات الإفريقية إن شاء الله في الفترة المقبلة. على كل حال كما شفنا الطرف الأول اللي هو كان معنا طبعا الكابتن نادر مزام موجود معنا، الكابتن نادر داود من تونس بحكم أن المنتخب التونسي موجود معنا في تصفيات المؤهلة لإفريقيا كان الكاميرون، أيضا عندنا المنتخب الشقيق الآخر والدولة المجاورة الشقيقة مصر، المنتخب المصري متواجد معنا أيضا في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 22 بقطر صحبة أنغولا والجابون. الحديث حول هذا الموضوع في تواجد منتخب مصري في ليبيا ان شاء الله الفتره المقبله في منافسات الذهاب والاياب بالنسبه لهذه التصفيات، معنا كابتن احمد فاروق الصحفي المصري. اهلا بك كابتن احمد عبر برنامج الاسبوع الرياضي وقناه سلام. تحياتي ليك كابتن عمر وتحياتي الكابتن سمير وكابتن نادر وكابتن المصراتي وكل مشاهديكم في كل مكان في العالم.
الله يسلمك كابتن احمد. يعني كيف شفت ردة فعل او ردة فعل سواء بحكم انك صحفي رياضي وايضا ردة فعل الجمهور المصري المسؤولين المصريين في الاتحاد المصري لكرة القدم ايضا الزملاء الصحفيين في المجال الرياضي في مصر، ردة فعل رفع الحظر على الملعب الليبي؟ والله في ترحاب شديد جدا والناس مبسوطة جدا بالخبر، ده قرار يمسنا كلنا، ومن العدل ان المنتخب الليبي والاندية الليبية تلعب على ارضها بعد غياب طويل. طبعا في السنين اللي فاتت كانوا بينوروا مصر وكانوا بينوروا تونس وكانوا بيلعبوا وكأنهم في ملاعبهم، لكن الامر طبعا يختلف كتير جدا لما تلعب على ارضك فعليا، وان شاء الله بعد انتهاء ازمات كورونا يكون في جماهير كمان. الاجواء دي مهمة جدا جدا وشفناها في مناسبات كتيرة سواء مع المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم طبعا ومباريات شهيره الجمهور فاكرها، وكابتن نادر طبعا تالق في واحده منها وسجل هدف. فده يعني احنا طبعا على قد ما زعلانين منه علشان الجول لكن بنحبه طبعا وكان لاعب كبير ونجم كبير. فلا طبعا في ترحاب واعتقد ان المباراه ان شاء الله المنتظره في تصفيات كاس العالم اعتقد انها هيكون لها طعم مختلف وان شاء الله تقام في الاجواء المعتاده وترجع الامور لطبيعتها لان ده اللي يستحقه الجمهور الليبي حقيقه. يعني تمام، هذا جزء ربما جزء مهم جدا الامور الفنيه بالنسبه للمنتخب المصري، يعني نعرف ان منتخب مصر منتخبات الافريقيه واللي باع طويل في كره القدم على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي، والاسماء ربما ابرز نتكلم على النني نتكلم على محمد صلاح اسماء لها دور كبير حتى على المستوى الاوروبي والعالمي. الان هذه مجموعه فنيين بدون عاطفة كابتن أحمد، خلينا نتكلم على الأمور الفنية بالنسبة لهذه المجموعة. طبعا بدون عواطف، يعني المنتخب المصري أكيد ربما تكون له أفضلية بحكم الاستقرار الجيل الحالي، يمكن كان في شوية تخبط في بداية عهد كابتن حسام البدري والمنتخب تعادل في مباراتين في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه والامور كانت محبطه بعض الشيء، لكن تدارك الامور بسرعه في المباراتين بتوع توجو، ودلوقتي حتى بجانب النجوم المتألقين طبعا وابرزهم محمد صلاح والشناوي وحجازي دخلت كمان عناصر ازدادت خبره، شفنا مصطفى محمد وتألقه المبهر مع جلطسراي واحد من ابرز المواهب الصاعده في اوروبا، النني رجع خد وضعه الطبيعي في ارسنال بعد ما خاض تجربه في تركيا مع بيشكتاش، دلوقتي بيشارك مع ارتيتا بشكل افضل، عندنا في الجبهه اليسرى تريزيجيه وادى الموسم الماضي بشكل عظيم في استون فيلا، التركيبه بتاعه المنتخب المصري ابتدت تاخد شكل شبيه بالشكل بتاع 2006 و2008 و2010، وابتدى يبقى في مجموعه واضحه كابتن حسام البدري حاطط ايده عليها، وبالتالي المنتخب المصري طبعا بشكل عام يتفوق، لكن منتخب الليبي الحقيقه من المنتخبات اللي بتمتلك عناصر مميزه جدا، وانا شايف ان كان في سوء حظ رهيب واجهه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019، بكل امانه كان لازم يتاهل في معظم مشوار المجموعه، شفنا مع نيجيريا وجنوب افريقيا مباريات عظيمه جدا وكانوا ند يعني ند في كل المباريات بل كانوا افضل كمان فنيا، مباراه جنوب افريقيا يعني كان في سوء حظ غير طبيعي، فانا شايف ان منتخب ليبيا هيكون منافس قوي جدا لمنتخب مصر. انجولا طبعا منتخب برضه عنده بعض العناصر المميزه، عنده شفنا جيرالدو كان بيلعب في الاهلي وبيلعب دلوقتي في تركيا، منتخب كويس، لكن انا شايف ان المنتخب الليبي هيكون هو المنافس الابرز لمنتخب مصر في المجموعه دي، واعتقد انه مش هيكون ابدا ابدا منافس سهل، خصوصا لو ان يعني الحاضر ان شاء الله يكون يعني كل ملعبنا تستقبل منتخبات يعني في التصفيات، ربما هذا كان يؤثر بعض الشيء في تواجد منتخبنا ان شاء الله اقل حاجه حتى على المنافسه مع المنتخب المصري والمنتخب الانغولي والجابوني. ده حقيقي واعتقد ان ده كان السبب الرئيسي في عدم تاهل منتخب ليبيا لكاس الامم الافريقيه 2019، يعني انا اعتقد ان منتخب ليبيا لو كان لعب مبارياته على ملعبه في التصفيات دي كان بنسبه 99% هيتاهل وهيكون منافس قوي جدا على التاهل، فانا شايف ان النقطه دي هتفرق جدا جدا طبعا الاريحيه وكمان هيبقى الجانب فيه شيء من العاطفه حتى، يعني مش بس هتستفيد بشكل عملي وبشكل فني من التواجد على ارضك واللعب في ملعبك، لكن كمان هيبقى فيه شيء من العاطفه برجوع بعد الفتره الطويله دي، هيكون في حماس رهيب من اللاعبين انهم يلعبوا على ارضهم بعد فتره طويله جدا، هيكون في دعم كبير والتفاف جماهيري، فانا اعتقد ان لا هتدي دافع
رهيب للاعبين الليبيين وهتدي افضليه كبيره جدا، وده طبعا هيخليه منافس شرس جدا لكل المنتخب. انت تتبع في المنتخب الليبي يعني في ابرز لاعب يعني روما في نظرك يعني تتبع فيه حاليا موجود في المنتخب الليبي او في الانديه ربما سواء الليبيه او خارج ليبيا يعني الفتره هذه يعني تحديدا؟ والله يمكن انس الورفلي اعتقد لاعب كويس جدا ولاعب عنده خبرات كويسه جدا. سند الورفلي في مصر في اوقات كثيره. سند الورفلي رجاء. سند مدافع كويس جدا في الرجاء طبعا، ولعبنا قصاده في 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 مباريات كثيره، وكان في حتى لدرجه ان الجماهير كمان كانت بتطالب بيه، يعني في بعض الاحيان كان في ازمه في الاهلي في خط الدفاع وقبل التعاقد مع بدر بانون طبعا اللاعب المغربي وكان زميل سند حتى في الرجاء، كان في مطالبات ان الاهلي يتعاقد مع سند والزمالك، فلعيب كويس جدا وستايله كويس ولعيب عنده خبرات ممتازه، يمكن هو العنصر الابرز المعروف للجماهير المصريه، وفي طبعا لعيبه كتير طبعا المنتخب الليبي فيها عناصر ممتازه جدا، لكن انا في رايي سند عنصر خبره كبير جدا ومفيد جدا للمنتخب. نشوف احمد فاروق ان شاء الله مع المنتخب المصري في مباراه في ليبيا ان شاء الله. ان شاء الله طبعا يشرفني ويشرف اي حد التواجد في ليبيا الحبيبه، واحنا عندنا حتى على الصعيد الكروي كتير جدا مدربين ولاعبين لعبوا في ليبيا، واخرهم طبعا كابتن طارق العشري وكابتن طلعت يوسف، ودايما المدرب اللي بيروح يدرب فريق في ليبيا يعني ما بنحسش ان هو راح بعيد، يعني وكانه مدرب محلي وكانه موجود في اجواء محليه، الاجواء في ليبيا مش غريبه علينا تماما، وان شاء الله طبعا يشرفني ويشرف اي حد التواجد. وانت تشرفنا كابتن احمد فاروق الصحفي الرياضي حدثنا من مصر، شكرا جزيلا لك واتمنى لك نهار سعيد ان شاء الله. شكرا لك. خلينا تو نمشوا لتونس كابتن نادر داود، اذا كان عندك كلمه اخيره كابتن نادر بخصوص الموضوع تكلمنا عليه في رفع الحظر عن الملاعب الليبيه وايضا الفتره المقبله ان شاء الله. والله اول شيء طبعا تهنئه من جديد، اهم شيء حاليا ان يعود الدوري الليبي لانه مهم جدا انه تعود الانديه الليبيه للنشاط، ويعود الدوري الليبي حتى يكون للاعبي المنتخب عندهم نسق المباريات مع لاعبين متميزين مثل الهوني وسولا واللافي وزي ما قلت لك الورفلي والصبو، يعني بصراحه يعني منتخب عنده يعني لاعبين ممتازين، يمكن تحسين الاداء البدني والانضباط التكتيكي اكثر. انا كنت شاهدت حتى مباراه اهلي بنغازي زي ما قلت انت واشتغلناها مع بعض مع الترجي الرياضي، يعني لو اكثر انضباط تكتيكي والقيام بالدور الدفاعي لما عدل فريق اهلي بنغازي مرتين 1-1 و2-2 مع الترجي لكان ازاح الترجي وكان الاهلي بنغازي موجود في الشامبيونز ليج. اخرى مهمه جدا هو انه مع عوده الدوري الليبي للنشاط يعني مهم ان المنتخب يكون يلعب امام جماهيره، وهناك كذلك حبيت نعقب على تدخل الاعلامي المصري انه كان قال هناك سعاده كبيره في الجماهير المصريه والاتحاد المصري، وبعدين قال انه المهمه صارت اصعب لمنتخب مصر لما يلعب ليبيا في اراضيه. شوف العاطفه شيء والواقع شيء ثاني، احنا في تونس بكل صراحه لو لم يكن المنتخب التونسي متاهل لنهائيات كاس افريقيا وكنا حاليا في بدايه التصفيات واصبحت ليبيا ستلعب في ميدانها، بصراحه ولا احد يكون سعيد بهذا، هذا الواقع، هذا الكوره شنو تقول؟ لانه لما نراهن مع منتخب ليبيا شقيق ونلعب ضد منتخب ليبيا خارج اراضيه تكون المهمه أسهل من أن نلعب على مع منتخب ليبيا في بنغازي أو في طرابلس أمام 40 و50 و60 ألف متفرج. هذا الواقع شنو يقول؟ صحيح أنه العاطفة تقول أنه احنا سعداء بعودة الأشقاء الليبيين أن يلعبوا على أراضيهم، لكن هذا الكلام نقولوه حاليا في تونس لأن متأهلين، لكن لو كان منتخب ليبيا معانا في تصفيات كأس العالم التي لن تنطلق بعد فسوف لن نكون سعداء، لأنه منتخب ليبيا مراهن جدي دائما على التأهل ويكون من أصعب المباريات اللي نلعبوها دائما أمام الأشقاء الليبيين. وأنا كنت موجود في المقابلة الأخيرة كمدرب مساعد مع نبيل معلول في التأهل لكأس العالم 2018 والمباراة كانت أصعب مباراة للتصفيات وانتهت بالتعادل 0-0. كلمة أخيرة أنه مصر وليبيا والجابون وانغولا، خليني نكون صريح معاك،
أن منتخب ليبيا ينطلق بحظوظ كبيرة في ظل تراجع كبير لمنتخب أنغولا، كذلك منتخب الجابون ليس بأفضل حالاته مع عودة اللعب في الأراضي الليبية أمام الجماهير الليبية إن شاء الله، مع بعد يعني أنه إجراءات كورونا هذه تخف شوية نوعا ما. نقول أن منتخب ليبيا له كل المقومات أنه يكون مراهن جدي للتأهل لكأس العالم بالنجاح والتوفيق للمنتخب الليبي ولأهلي بنغازي في كأس الكاف اللي نتمناه أن توصل لبعيد، ودائما نكون سعداء طبعا إذا لم يكن منتخب ليبيا دائما يكون منافسنا المباشر على التأهل إما إفريقيا أو عالميا. لكن هذا ما يمنعش أن الديربي شمال أفريقيا كابتن نادر، يعني الموضوع طبعا نتيجة طبعاً. نتيجة مهمة سواء كان الفريق مترشح ولا لا ما فيش كلام. أنا قلت لك الديربي في 2017 في نوفمبر أنا ذاك، رغم أنه استقبلنا منتخب ليبيا في تونس وكانت منتخب تونس تكفي نقطة واحدة، إلا أنه منتخب ليبيا كان صعب المراس وأجبر منتخب على التعادل في نادر. فما بالك لو تلعب ليبيا في بنغازي أو في طرابلس. اسمعني يا نادر، كان نلعب في ليبيا يبدأ الهوني يشبد على الجنب اليمين ويبدأ صولة على اللي صار. طبعا يعني شو قلت لك أنا، يعني الهوني حاليا أكثر لاعب يحدث الفارق في الترجي الرياضي، صولة حاليا نفس الشيء مع النادي الصفاقسي. يعني منتخب ليبيا لما تسمع الأسماء الموجودة حاليا بصراحة منتخب يفرض الاحترام على كل المنافسين، زد على ذلك أنه يلعب فوق أراضيه. ونقطة وحيدة أنا حبيت نشاط الرأي الكابتن نادر، أنه بصراحة أنا كنت في غينيا، ملعب غينيا في 2017 مع منتخب تونس، يعني ملعب غينيا ملعب مضحك. يعني لما نتفرش حاليا في بعض الملاعب الإفريقية وآخرها ملعب سواتيني بتاع بوفالوس في 2017 والنجم الساحلي في زمن يعني المواصفات، ملاعب بصراحة ملاعب تفتقد لأبسط المواصفات. هنا نطلب من الكاف أن نتعاملنا بنفس المقياس اللي يتعامل بها الأندية الإفريقية، ولما لا تساهل نوعا ما مع الملاعب الليبية التي هي كانت بعيدة على المنافسات الإفريقية لمدة سنوات، لما لا نطلب التساهل مع اللجنة المختصة لإعطاء صلاحية الملاعب للكاف حتى حاليا الفترة الحالية، ثم معليش لما تكون صارمة في طلباتها مع الشقيقة ليبيا معليش، لكن الآن خلينا نكون نغض النظر نوعا ما على بعض الموضوع حسب ناحية لا ما بومش يغض النظر، احنا خلونا نفس المعايير بتاع الدول الأفريقية اللي ذكرتها هنا ونأكدها، أسوأ من الملاعب اللي موجودة في ليبيا. نظرتهم أفريقيا بعض الدول الأفريقية نظرتهم لملعب طرابلس لو تجيبهم زي ما نشوفوا احنا لملعب ومبلي. نختصرها لك بالمختصر. يا كابتن نادر انت تكلمت على ملعب غينيا في 2017 واحنا تكلمنا على ملعب غينيا في 2012، هل ملعب المنزه الان زي ملعب المنزه 2004؟ اختلاف كبير. ملعب المنزه هذا الملعب الصرح الذي تاريخ كبير عندنا ثلاث سنوات يعني غير مؤهل لاحتضان مباريات الدوري التونسي وليس الدوري الافريقي، ويلزم سنتين وثلاث سنوات قادمة لإعادة تأهيله. ملعب الشادلي زويتن نفس الشيء، ملعب في حلة ممتازة جدا لكن لا نستغله لأسباب يعني مضحكة في تونس كابتن. لأنه ملعب زويتن موجود في منطقة راقية، خليني نسمي الأمور بأسمائها، وهناك أناس نافذين في تونس يعني يرفضون أن تدور مباريات الدوري المحلي في ملعب زويتن. علاش انا سالتك على ملعب منزه كابتن؟ لان هنا بنشوف نتكلموا على الملاعب، احنا في افريقيا بصفه عامه عدم الاستمراريه في المحافظه على المؤسسات نتاعنا، هنا المشكله. صح. انا شبهت ملعب زامبيا غينيا في 2012 يختلف 2017، المفروض انه هو يكون افضل في 2017، احنا نشوفه في العكس. صح. في افريقيا نفس الشيء، احنا اسوه بافريقيا نفس الشيء، المفروض ان نحافظوا دائما في صيانات دوريه متتاليه بدون من احنا يكون علينا ضغوطات لا من الكاف ولا من اي جهه اخرى، المفروض ان نحافظوا على جمال ملاعبنا حتى لصالح الدوريات نتاعنا. شفنا تونس في فتره من الفترات في 2004 و2005 تملك ملاعب ما شاء الله، الان
ملاعبها غير مش نفس الملاعب اللي هي موجوده في 2004 2005. ملعب المنزه حتى بالسوق وما يلعبش عليه الدوري قاعد قدام ملاعب في افريقيا يعتبر ومبلي. ما انا نحكي لك نادر ليش انا في شيء ثاني. الملاعب سيئه في افريقيا نادر معليش المعايير مش منطقيه اللي وضعها الاتحاد الافريقي. الخلل فيهم هم اوكي اوكي معايير انا معاك في المعايير غير حقيقيه ولكن في حاجه يا نادر لازم احنا نهتم بملاعبنا لصالحنا احنا يا نادر هذا ديما نقولوا لصالحنا احنا هذا مش مختلف خلاص انا هي الان هي مبدا انك انت لازم تحافظ على الملاعب نتاعك بغض النظر على الاتحاد الافريقي حط لك معايير مش معايير ما تحطنيش في زاويه ضيقه وتقول لي نبي كذا ونبي كذا احنا حطينا نفسنا في زاويه ضيقه نادر وانت لا نحكيش عليك انت انا نحكي على الوفد انا اللي جاي لا احنا اللي بين حطينا نفسنا في زاويه ضيقه انت حطيتني تو يا وفد في زاويه ضيقه وتقول لي نبي معايير ومعايير وانت في دول افريقيه تو في 2021 ما بيش نمشوا بعيد تو في 2021 في دول افريقيه تلعب حجر تغيير الملابس 2 في 2 والله ما لا فريق ما يقدر يبدل فيها توا في 2021 وما عندهاش ضي وما عندهاش اي مرافق وملعب بساط عشب صناعي ماهيش طبيعي وقاعده تقام عليها بطولات الاتحاد الافريقي تشامبيونز ليج بطولات الفيفا نفوت نفوت رؤساء الاتحاد الافريقي في الاتحاد الافريقي تناقض الاتحادات الاهليه نادر غير دقيقه مش تناقض هو ممكن السيد نادر يسمع فينا واكيد يعلم ليش ما نلوموش نفسنا هنا كمغرب عربي بصفه عامه؟ منو عندك الان في الكاف انت كمغرب عربي تونس ولا 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 مصر ولا ليبيا ولا المغرب من الاعضاء الحساسين اللي موجودين الان في الكاف؟ ليش افريقيا ليش الان اللي جاي يفتش عليه ليش ما يكونش تونسي؟ ليش من اللي يفتش عليه ما جاش جزائري؟ ليش ما جاش مغربي؟ الضعف الان اللي تعاني منه المغرب العربي سيطرت افريقيا الان دقيقه نكمل سمير دقيقه معلش دقيقه قبل 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 2000 لما نتكلموا على قبل 2010 وقبل 2000 حتى و5 كانوا في اسماء وشخصيات كبيره كانت هي اللي لها التاثير وقبل كل شيء لازم نرجعوا في حاجه ثانيه ممكن السيد نادر يسمع فيها شنو سبب تاخر الملاعب اللي موجوده الان في ليبيا وفي تونس وفي خاطي مصر السبب التاخر اللي هو عدم تنظيم غراج دقيقه بنقول لك خلاص دقيقه سمير يا حداش سمير شويه بس كلم يا سمير دقيقه ما تهربليش اللي عندي سمير سبب السبب المشكله والاولى اللي هي عدم معلش تنظيم البطولات البطولات اصبحت تاخذ فيهم في افريقيا البطولات هي جزء كبير لو ليبيا تنظم في كاس افريقيا وكاس العالم راهو عندها مشروع تونس نفس الشيء تونس لما كانت 2004 لما كانت تنظم في كاس افريقيا كان عندها امكانيات وكان عندها دائما على الاصلاحات في الملاعب مصر علاش قلت لك علاش سامحني عز الدين عندك المغرب وعندك الجزائر في مشكله مشاكل في البنيه التحتيه مشاكل متعدده الجزائر عندك المغرب الاجزاء وسيطرت طبعا السيد احمد احمد اللي متحدث الان واستقبال المغرب للمنتخبات المغرب معليش يا مر اللي قاعد يكلم فيك على مصر مصر ليش لانها تعتبر نظم اخر بطولات نظمه مصر نحكيك على تنظيم البطولات لا مصر لا جزائر لا احنا نتكلم على تونس وعلى ليبيا والجزائر الدول الثلاثه هذه نزيد عليهم ممكن حتى باقي الدول الثانيه موريتانيا غيرها ما فيش ما عندناش تنظيم واحنا قاعدين الان نروحوا في موضوع اداري يعني موضوع اداري يا عمر علاش نحطوا في نفسنا سمير دقيقه معلش علاش نحطوا في نفسنا عفوا علاش نحطوا في نفسنا مع الفرق مع المنتخب البلاد الافريقيه باهي علاش نقولوا احنا زينا زي الدول الافريقيه انا ما نشوفش هم احنا اكثر منهم بالنسبه للناحيه الماديه احنا افضل منهم ما نقارنش نفسي بهم لازم نكون انا افضل نبحث عن الافضل ليش المغرب لو المغرب قالت خيره زامبيا خيره زيمبابوي راه ما دارتش البنيه التحتيه اللي عندها توا يجب احنا نبحث عن الافضل فهمت هذا الكلام هو سيطر كما قلنا الاتحادات الاهليه الافريقيه على الاتحاد الافريقي لكره القدم كابتن نادر داود سامحنا ربما قطعنا عليك وشكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم في برنامج الاسبوع الرياضي والحديث حول رفع الحظر عن الملاعب الليبيه شكرا لك شكرا لكم وسعيد جدا مرة أخرى وتهانية لعودة النشاط الرياضي في الشقيقة ليبيا تسلم كابتن نادر شكرا جزيلا لك وتحياتي أيضا لجميع الزملاء في مكتب تونس خلونا باين نطلعوا على ملعب بنينة شن صاير فيه شنو التجهيزات آخر التجهيزات اللي وصلها ملعب بنينة لاستقبال الأندية والمنتخبات الإفريقية والعربية وتفعيل قرار رفع الحظر معنا السيد فرج الفرجاني المشرف المسؤول العام على ملعب بنينة بنغازي سيد فرج بدايتنا اهلا بك عبر قناه سلام والاسبوع الرياضي. مرحبتين بك يا سيد مرحبتين بك. طبعا سيد فرج الكل يعني يتساءل الان
ملعب بنينة إلى أين وصل بعد الشروط اللي ربما اشترطها الاتحاد الأفريقي والمعايير الفنية اللي شرطها لاستقبال الأندية والمنتخبات الأخرى؟ والله بديت في التجهيزات، بديت في التجهيزات إن شاء الله، حاجات بسيطة عنا في الملعب نفسه، عرفته. هو شنو الشروط؟ هو الشروط المطلوبة شنو بالضبط سيد فرج؟ الشروط المطلوبة أن الكاميرات المراقبة تاع تمام، والغرف نتاع الحجر نتاع اللاعبين، عرفتها شو السبب؟ خير الغرف، خير الغرف، بسيط فيها بس. خير الغرف، الغرف شو السبب يعني؟ شو في الاشكاليه اللي فيها الغرف؟ الغرف اللي حاجات بسيطه فيه، يعني هم يبوا كيف الغرف الملابس حتى هذاك ربك الله الحمامات، عرفته. يعني اللي كان في القطع واحد، هو نحن بين بين الساس، يعني حاجه بسيطه، يعني جينا في تحويل الساس حاجه بسيطه، وان شاء الله الامور تمام. الغرف جد من قبل قاعدات مسيلات وقاعدات ما تعملش بكل الطاقه الجديده تاع تمام. وشن ثاني؟ عندنا قطعين نحن. وشن ثاني؟ وتو جاهزوا يركبوا في الكاميرات تاع المراقبه كلهم، فهمت؟ عندك الغرف والكاميرات المراقبه. وشن ثاني؟ غرف كل تجهيز منظومه كامله كاميرات الملعب. والغرف اللي هذه الملاحظتين هذين هم اللي عندهم عليهم بس. ايه شو الثاني؟ يعني شو الشروط الثانيه؟ الشروط الثانيه ان الشروط نتاعهم ان هذه الاساسيات نتاعهم، الغرف نتاع اللعابه والكاميرات نتاع المراقبه بس. بس هذين الشرطين؟ حاجه بسيطه مش حاجه واعرة. ها؟ هذا الشرطين هذا وبس. نعم. الساعة الإلكترونية. بس يعني بس ما. الساعة الإلكترونية اللي الخاصة بالنتيجة. الساعة الساعة الإلكترونية عندنا، ساعات الساعة الإلكترونية اللي جوا قاعدة عبارة عن شغلة بس، نحن ما كناش نشتغلوا فيها الموضوع كان حاضر على الملاعب وني من الطور تاع الجيم ما عادش تشتغل الساعة، لكن أنا تو بنشغلوا والشاشة كبيرة تاع النقل هذه حتى هي موفرينها إن شاء الله بإذن الله. والإضاءة. والإضاءة 100 عندنا الحمد لله. تمام. الإضاءة 100 عندنا، حتى محرك 1 جيجا، فهمت؟ كبير. في حتى غرفة سيد فرج تقريبا خاصة بالمراقب الكاميرات، يعني اللي هي غرفة الفار تقريبا. غرفة جاهزة قاعدة، جاهزة قاعدة قاعدة. تجهيزات الكاميرات وال عبارة عن التجهيزات بالنسبة لل تجهيزات الغرفة الحكام اللي هي مراقبة المباراة اللي هي الفار خاصة بالفار. جاهزة عبارة عن يركبوا بس شاشات بس، جاهزة قاعدة 100%. كم تبوا من وقت يعني باش يكون جاهز كل شيء؟ كافة الشروط جاهزة، كافة المعايير المطلوبة جاهزة، كم الوقت بالضبط؟ كافة المعايير شطوا قاعدة إن شاء الله، نحن قبل يوم 10 إن شاء الله 10/3 هذا إن شاء الله نقدر إن شاء الله ننتهي الموضوع كله قبل يعني، نحن نعطيك من واسع عند 8/7 إن شاء الله، إن شاء الله يعني خلال اسبوع هذا يقول الموضوع كله منتهي في الملعب ان شاء الله باذن الله. يعني نقولوا يوم 5 نقولوا الاهلي حيلعب في على ارضه في بنينه ان شاء الله. ان شاء الله بعون الله، يلعب ان شاء الله في ارضه ان شاء الله بعون الله، وان شاء الله ربي يفتح على ليبيا كلها يلعبوا في ملعبنا ويرفعونا الحضر الحصني كلنا ان شاء الله باذن الله. مش عارف كان بجهود الجماهير وبجهود اللي يساعدونا حتى الجماهير. يا سيدي شنو نتمنى لكم التوفيق. انا راه حبينا نطمن الجمهور الرياضي، يعني ملعب نينة اللي هو جاهز، واذا كان الشروط كانت صعبه فكل تخوف يعني، بالذات لما قال لك في معايير خاصه وما الى ذلك، لكن انت طمنتنا تو. لا لا ان شاء الله شروط، لا لا شروط خفيفه ان شاء الله، وان شاء الله ننهون بعون الله بعون المجهودات المسؤولين اللي عندنا انا ان شاء الله ننهون ان شاء الله. يا سيدي شكرا لك يا سيد فرج الفرجاني المشرف العام لملعب بنينه، حدثنا حول التجهيزات، اخر تجهيزات بالنسبه للملعب، شيء مطمن نادر يعني، ربما حاجات بسيطه قال لك يعني ماش وجاوب جواب صريح معنا، قال لك قبل يوم 10 ان شاء الله نكونوا مكملين المواصفات المطلوبه او المعايير اللي طلبتها اللجنه اللي جت معنا. حاليا الكره في 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 بين يدين الاتحاد واللجنة، إن شاء الله يكون فعليا ويكون في قرار من المكتب التنفيذي بلعب مبارتنا. هذا أيوة هذا اعتماد قرار رسمي، هذا اللي نبي توا قرار رسمي، يعني نفذت لك كل شيء، كل المتطلبات اللي طلبتها والمواصفات هاي متوفرة، اليوم نبي قرار رسمي تنفيذي من المكتب التنفيذي للكاف
بيلعب مباراة نشن نبو، احنا نبو الأهلي بنغازي المجموعات يلعبهم، محتاجين لكل ثلاثة نقاط. شوف منا حجم تأثيرها اليوم، أنا شن بندير بيك اليوم كان المباراة جاية ما زالت يلعبها خارج أرضه، شن استفدت من القرار؟ فهمتني؟ فأني هذا المطلوب اليوم إن شاء الله أمنيا خلاص تأكدنا أن تم رفع الحظر برسالة رسمية من الكاف، رفع الحظر أمنيا. اللجنة الفنية اللي جت وقيمت ويقدر الفريق الفرق الهولندية الليبية والمنتخبات يلعبوا على أرضنا، على أقل تقدير مبدئيا توا ملعب بنينة، لأن الفريق الوحيد اللي شارك البرة هو الأهلي بنغازي، الأهلي بنغازي ملعبه هو ملعب بنينة، أنا محتاج إنه يلعب. ملعب طرابلس ربما يحتاج، عند ملعب مصراتة يملك كل مواصفاته. هذا لعلها خطين وعلم استفهام المسؤولين في الاتحاد الليبي، ليش ما رفعوش اللجنة اللي ملعب مصراتة اللي يملك كل المواصفات، معناه أمنيا، معنى جاهزية المدرجات، زوز غرف تغيير ملابس بعيدة على بعضها تتطابق مع المواصفات والمعايير متاع كوفيد 19، معنى كل المواصفات موجودة فيها. لكن هنا مانيش عارف هل الوقت قالوا ضيق. سيد مبروك المصراتي في الحلقة الماضية شن قال؟ قال لك احنا كنا معتمدين ثلاثة ملاعب، انه يكون ملعب طرابلس وبنغازي بنينة ومصراتة، ولكن طبعا اللجنة لضيق الوقت قالت نشوف ملعب طرابلس بحكم انه نزلوا في طرابلس وانتقلوا لبنغازي، فاقتصر الموضوع على زوز ملعب. تمام، او عندنا كريميدا موجود، لكن هو الشيء كريميدا حيكون السبت موجود في مصر، لكن هو الشيء او عندنا كريميدا موجود في الشيء عمر اللي مفروض ان احنا نحطوا عليه الاخوه المسؤولين، فهمت؟ ان لازم يكون في شغل، يعني خلاص انا حتى لو سمح الله، فهمت؟ دائما نحطوا الأسوأ احنا قدامنا، ان ما صارش لعب في الفتره هذه يجب يكونوا ملاعبنا على الاقل ملعب اثنين جاهزين، بحيث جاهزين هم يكونوا جاهزين نلعبوا عليهم الفتره اللي بعدها. ولكن في نفس الشيء المفروض انه يكون الان بدايه تجهيز الملاعب، ملعب تلو الملعب، خاصه عندنا ملاعب في البلديات يا عمر مش محتاجين لخدمه هلبة. لما نتكلم على ملاعب حتى نقدر نديرهم عشب صناعي، نقلبوا كل مبسط نقدر نديرهم عشب، خليهم اوكي درتهم عشب صناعي، لكن نهتم بهم بحيث ان هم على الاقل يستقبلوا لي بعض مباريات الدوري اللي نقدر نريح فيهم ملعب طرابلس وملعب بنغازي وملعب مصراتة، وحتى المباراة الودية بحيث ان هم يخشوا سياحة. فنيا ما استفدناش يا سيد. يا نادر نادر، معلش انا ما نشبحش فنيا، بينزل المستوى معلش. انا ما نشبحش اليوم. ما اليوم درت البساط معناه للقدام كيف؟ لا هو ملاعب اوريدي موجودات بساط، انا ما نحطش على الملاعب. يلعبوهم يقلعوهم البساط يا سمير. لحظة فهمني شو نقصد انا. نقصد انا الملاعب الان اللي تقدر تلعب. وانت ما فهمتني سمير، نقصد فنيا. انا فهمتك. فنيا مش حيتطور اللعب. انا علاش قلت لك القدام؟ فهمتك انا. احنا تدريجيا كل مرة يا نادر بندخل ملعب للصيانة. شو بندير؟ الملاعب الان اللي عندي بساط نلعب عليهم الدوري مؤقتا، نلعب عليهم الدوري حتى تجهيز الملاعب، الملاعب اللي معشبه. احكي لك على الواقع، هو اللي موجود يتكلم بالواقع، هو يتكلم عليه مدى على مدى طويل. طرابلس يتكلم على مصراته، على بنينه، لا على مصراته اوريدي يلعبوا في الدوري، ملعب بنغازي حتى لا هو عندهم ملاعب، ملعب ترهونه، ملعب ترهونه يدخل للصيانه مثلا، هو محتاج صيانه، فهمت؟ ملعب المعشبة الآن مجرد أننا نبدأ نشتغل، بعدين نبدأ كل مرة ناخذ في ملعب من الملاعب البساط هذه اللي بنلعب عليها دوري فرق درجة أولى دوري، يعني موضوع تدريجي، تدريجيا ناخذها بشوية يبدأ العمل بأريحية بحيث أن الدوري ما يوقفش، وفي نفس الوقت المسؤولين دول يتفرجوا علينا احنا، ورسالة واضحة سمير. فهمت انت قصدي نادر؟ هو مش اني ندير كل بساط، انا ضد بساط نادر، تعرف الواقع واقع، لكن يا شباب راه لازم نكونوا واضحين بالنسبه للمشكله الكبيره اللي عندنا قاعده الان، ولازم مانيش عارف انت وجوه معي ضدي، يعني واقعك بنتكلم عليه. عندنا مشكله الان في شركه منشات راي الشركه تبي حلقه بروحها، هذه تبي حلقه بروحها، نقول لك مشكله. راه الموضوع الان في الملاعب ضروري يتغير، عندك شركتين منشات جديده، زوز مجالس اداره. لا خليني من مجالس توا، الشركات منشات قاعده قاعده الان في تعاني من مشكله، اول ما عندها السيوله وما عندهاش كيف تتعامل مع الملاعب. احنا الان لازم نكون واقعيين، احنا كنا نتكلم على الواقع سمير، صح؟ الواقع مشاكل في بعض، هي عندها مشاكل، الواقع ان لازم تسلم من الملاعب كلها لشركات خاصه، شركات خاصة للرعاية في العشبرة، أي ملعب عشب لازم تسلم له معالجة دورية. لا دقيقة، لنا سامحني، الآن لازم تخش عقود وخليها شركات محلية، خليها شركات محلية، لا مش استثمار يا سمير. لا هو نعرف عزدي فكرة أن القطاع العام دائما قطاع منهور، يعني فكرة أن هذا قطاع دولي. راو الآن احنا راو قعدنا في مسألة ما لا تضحك،
ليبيا الان الدوله الوحيده مين بتشفع العشب قاعده راه راهي مشكله. خلينا نكون واقعيين، العشب قاعد الوحيدين احنا نجروا على العشب تملى بطرابلس والله شيء مش بعيد. انت خلينا نطلع مرات سامحوني بس خلينا نطلع من الموضوع، موضوع ثاني مهم جدا. احنا قاعدين في قصه قاعدين بشكل كبير، طموحاتنا محدوده، قعدنا نتكلموا على الصيانه وعلاش احنا توا شني من احنا مخصيصين يقولوا ما عندناش قز امكانيات، هذا كلهم نحيهم تادم كتربيل جيب لهم وطيحهم كلهم يا رجل. احنا طامعين احنا طامعين احنا طامعين في ملاعب جديده تندار شنو نصين ومعاش نبي صيانه. انا نبي كل بلديه دي اللي فيها ملعب حتى 20,000 متفرج سادني مغطى وعشب طبيعي، قداش بيكلف الدوله الليبيه الفلوس هم يلعبوا فيهم؟ انت قدرت بمباراه اعتزال ما درتش على رجل ملعب جديد باي عنا عنا احمد بن علي الفترة الماضية طبعا أثير اليومين الماضيين الراجل يعني اعتزل دوليا ما عادش يلعب مع المنتخب، يعني الموضوع ما أصبح مثار، عدة الاعتبارات أصبحت تقال من السوشيال ميديا، تحول إلى ساحة من الاتهامات، في اللي يقول لا السبب كان الاتحاد الليبي لكرة القدم، لا السبب أن بن علي سمع أن ليبيا حتفتح أو حتستقبل مباريات المنتخب الوطني فاضطر ان يعني يعتزل دوليا ما يبيش يجي ليبيا. طبعا والد احمد بن علي السيد فهيم عبر الصفحه الرسميه الخاصه الصفحه الخاصه به هو قال اللاعب اعتزل اللاعب دوليا انكثرت اصاباته مع كروتون مما ياثر على مستواه الفني، وهو طبعا راي انه ما يبيش يضر الكره الليبيه. نادر كيف تشوف هذا الاعتزال المبكر ربما جدا اللاعب احمد؟ والله في النهاية هي أي قرار اعتزال يعود للاعب نفسه، معناها شوف والدة تكرر أسباب ربما البعض يشوفها منطقية ممكن البعض يشوفها تهرب. أنا بالنسبة لي أنا دائما نحكم بأداء للعبة معانا في المنتخب ونقول له بارك الله فيك صراحة على كل مباراة قدمتها مع المنتخب، كان متواجد في بعض الفترات وكانت الوضعية سيئة، ما كانش فيه نظام إداري، ما كانش فيه استقرار على المستوى الفني، كان فيه تخبط رياضي عاش في أوروبا ونجاب وتأقلم ولعب في مستويات عالية، عاش الاحتراف بالحقيقي وشاف الانضباط ويجي يشوف التخبط، وآخرها تصريحات رئيس الاتحاد في المباراة الأخيرة صراحة، واليوم الكل يطالب بعودته. في النهاية قرار يرجع للي هو مشكور جدا على كل مباراة قدمها، في النهاية ليبيا ولادها بإذن الله مع عودة الدوري عودة النشاط نطلعوا أكثر من لاعب لكن بدري يقدر يمثل المنتخبنا الوطني، هذا قراره هو الشخصي، هو شاف كان أنه هو يتعرض لعدة إصابة فعلا، هو رياضي يحس نفسه يا نادر يحس بنفسه بالضبط، هو في النهاية حتى مع كروتوني يتعرض لعدة إصابات ربما نادر اعتزل نادر اعتزل 29 سنة ليه اعتزلت 40 لكن معليش نادر في جزء يعني في جزء من المشكلة خلينا تو في حتى في الحديث اللي صار اللي عليه واجهة إعلامية ودولية والناس كلها تشوف فيها حتى في البي ان سبورت تكلموا عليها، على ما أعتقد أتذكر أن الفترة هذيك كانت مهند الجالي هو اللي ماسك البرنامج التصريحات نتاع اتحاد الكرة، طبعا هذا رجاء خاص هذه تقريبا في معسكر مصر اتحاد الكرة راهي التصريحات هذه ماش تمشي، التصريحات هذه الان انت تتعامل مع لاعبين محترفين، هنقول مثلا استفزاز كان الموضوع لا شأن كدا. داخلي هذه هو شأن داخلي شأن داخلي شفنا احنا شفنا اللاعبين ايه احنا شفنا في رئيس الاتحاد كان المفروض كان عنده عقلانيه افضل، كان هو ما كانش التصريحات راهو انت تقول هيك كل لعيب عنده كيمياء صراحه تختلف على الاخر، في لاعبين حتى في العالم مفيش حد يشك في وطنيه اي لاعب لا خليني من الوطنيه هذا اسمع لا ما خليني اكون وضعي تركيبه موضوع الوطنيه حول على غير طريق توا في لاعبين الان عندك توا مثلا زي بن علي ولا غيره حتى الحديث باللغه العربيه ما يتكلمش صح، وانت الان تتهم فيه بانه هو مثلا خادل كذا راه في راه مشكله راه، وانت تتكلم على البين سبورت راه كانت هي اللي ناقل التصريح هذا، المحللين انتقدوا كلامه. وبعدين نعطيك معلومه، احنا فيما سبق صار حتى قبل هذا فيما سبق صارت لطارق التايب وعلى الملأ كلها ناضت انه هو طارق التايب كذا 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 كذا، وشفنا احنا راه اللعيب الان محترف راه يختلف، اللعيب هو اللي قرر هو اللي عنده رغبه يجي ما يجيش، الان انت عندك مشكله ثانيه تعرف لو الملاعب تقول تلعب في ملاعب البساط ممكن غدوه المصارتي ما يجيكش ناديه يسمع بان ملعبه بساط يقول لا ما تلعبش، لان صراحه صح الان اللاعبين اللي عندك اصبحوا يسووا ملايين صحيح. ما كانوش اللاعبين اللي كانوا يسووا 100,000 و200,000 الان ملايين، انا ما نبعدش المصراتي وما نبعدش حمد وما نبعدش كذا في ملعب بساط، راه لازم تخموا فيها يا مسؤولين، الان نبوا ملاعب راه زي ما قال لك نادر راه نبوا ملاعب فكوني من ندس ونغير ونرقع في هذا لا ما يلعبلكش اللاعب الان
لو ما تديرش ملعب ممتاز ما يلعبلكش واداء حيكون ضعيف. احنا شفنا اداء معتصم مصراتي موجود اداء راهو في 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 نادي في البرتغال اداء ديما اقل وني ممكن الرياضيين جنبي يقولوا لك ديما اداء البرتغال يختلف اختلاف كامل. روح حتى الملعب راهو ليها دور ملعب الاجواء 400 مليون يورو مدينه مجمعه داخل الملعب. انت ليش تمشي نور. انت ليش تمشي بعيد انت ليش تمشي بعيد صولا اليوم امس شفتها حتى اختلاف البنيه نتاع جسد كيف تحسن تحسن اللي صار في في الناحيه البدنيه في 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 مجهوده في الملعب وايضا حتى الشكل الخارجي الملعب ما عندناش امس الملعب شكله. اللي لعبوا فيه النجم والساكس يقول الشكل شكل طبيعي اخضر تبارك الرحمن تقول أسمعك. ملعب ملعب ومبلي لا هو ما عاد تونس يقول لك احنا ما عندناش ملعب احنا لكن لازم هذا علاش نتكلموا بالنسبه لبن علي ما نهربوش بعيد بن علي التصريحات يا ناس راهو التصريحات مش سهله لما تجي من جمهور ولا تجي من احنا مثلا في استوديو عادي خلينا ننتقدوا احنا عرفنا احنا بنتكلموا نادر ينتقد كذا ينتقد لكن ما تجيش من رئيس الاتحاد هذا معليش هذا كلام يكون سبب رئيسي مثلا لا حيكون سبب رئيسي يعني نعطيك السبب لكن ليش تاخر شويه لا تاخر فيه بالعدول يعني على القرار ما انت تقول الان حتى اللعيب عند راهو مش اللاعبين الان اللي عندك كلهم بمدراء اعمالهم انت المفروض كان الاجدر راكب حتفه على مدير اعماله شفتوا الشاب السبب على الاقل اقول لكم سيد إيه؟ خلاص سيدي مدير اعماله هو تقدر تتكلم الراجل اللي بيتكلم لغه عربيه يعني مش حاجه كبيره شوف, شوف عمر احنا اول شيء قبل نكونوا محللين هنا كنا لاعبين كوره ونعرفوا شنو الكوره ونعرفوا نحسوا باللاعب قبل نتكلموا على الاداري نحسوا باللاعب لان احنا عشناها اول شيء قرار الاعتزال اللي يملكه الا اللاعب نفسه لانه هو يعرف نفسه هو يقدر يقدم في المكان هذا او ما عادش يقدر يقدم لو يقدر يقدم حيكمل ولا مش حيقدر يقدم حيوخر وحيعلن اعتزاله او انه يوقف على لعب كره القدم ولكن اللاعب المحترف يجب ان يا عمر ان الاختلاف بينه وبين اللاعب المحلي في التعامل احنا شفنا تخبط حتى في التعامل ممكن نادر شفنا التخبط اللي صار في التعامل مع اللاعب وما غيره من اللاعبين في مباراة السابقه ما فيش فوضى اكثر من الفوضى اللي فاتت شيء ثاني شيء ثاني شيء ثاني بارك الله فيه حتى جاء ولعب شيء ثاني شيء ثاني ممكن نلفت انتباه ليه وهو الان مشكله حارس المرمى اللي احنا كيف قلنا الحمد لله حصلنا لها نوعا ما حل في في بطوله الشان الان عزاقه ما ينشطش في نادي المدينه وما يلعبش في نادي المدينه وهو الحارس الرسمي لمنتخب ليبيا واحنا ما زلنا ايام على مباراه تونس في مدرب لكن في مشكله لا مش مدرب معليش في مدرب لا مشكله مشكله هو مدرب مدرب المنتخب اعتقد ان مدرب المنتخب طالب حتى نادي المدينه بان يحلوا مشكله عزاقه لان مشكله ماديه اعتقد طبعا في في عقود وحاجات زي هذه ولكن احنا نشوفه هنا هل عندنا الان حارس مرمى مؤهل انه هو يلعب ضد منتخب مصر وضد منتخب الجابون وضد منتخب انغولا فهمت ومنتخب تونس فهمت هل عندنا ولا ما عندناش الان احنا ما نشبحوش لي حتى مصلحه المنتخب نتاعنا حتى من ناحيه الانديه انا ما نتحملش على نادي المدينه او نقول نادي لكن المدينه سمير هل سامحني بس خلي باش ما نفهمش غلط بس يا جماعه الموضوع سامحني شويه بس مش ما نطلعش لا مش ما نطلعش شويه مش ما نفهمش غلط بس المفروض ان الان اللاعبين نتاعنا ان احنا نجهزوا لاعبين سواء كان احنا سواء كان محليا او اللاعبين المحترفين التواصل يكون موجود طريقه التعامل مع اللاعب تختلف تكون عليك. تختلف صح. على اللاعبين رجل لاعب هذه اللي نحكي عليها ان انت لاعب نخبه اعطيه قدر اعطيك قدر لاعب نخبه انت رجعت للاداره سامحني انت رجعت للاداره نرجع للاداره الاداره الرياضيه سامحني كيف كيف ان نستقبلوا اللاعب كيف ان اللاعب الاجنبي هذا اللي جاي يعني نعتبر فيه راه ما نقولوش وطنيه هذا راجل قاعد يلعب في اوروبا عزيز يختلف شويه عزيز ما انت تو خذت مني اخر حاجه نبي نوصل لها انت قصت علي نبي نفهمك حاجه لكن اني ضد نادر قالها اداره المنتخبات اداره المنتخبات هي اللي تكفل بالامور هذه كلها من اللي كانت تتواصل هي اللي يعرفوا يتواصل تتواصل مع اللاعبين المحترفين تتواصل مع اللاعبين المحليين تتواصل مثلا مع ادارات علاقات يعني سمحني بس تتواصل مع اداره الانديه لحل حاله المشاكل اللاعبين اللي هي تحتاجها في المباريات انا علاش اعطيتك مثال بعزاقره انا مي عزاقه مش اني في بنتير مشكلة لكن هو اعطيتك مثال بيه لكن بنعترض ضدك انا في تمام انا مش نعترض تو عز الدين مش نعترض عز الدين يا عز الدين لا دقيقه مش نعترض تو عز الدين عنده فحرة ثانيه فتره جد فيها الان نشوف فيها فيها حراس في ليبيا الفتره هذه هذه نشوف فيها تو موضوعنا حنفتحوا في ملف ثاني في حلقه ثانيه في اربع خمسه حراس يا جماعه لا خلينا تو نمشوا الفقره الثانيه يا عز الدين شويه نادر نمشي الفقرة الثانية اللي هي نادي الشارع الغربي اليوم اللي فاتت تواصل معنا وطلبوا منا ان نطلعوا عليه الملاعب والاهمال الشديد اللي يعانيه هذا النادي حسب ما قالوا طبعا ما فيش اي رده فعل من هيئه الشباب والرياضه كما دارت مع انديه اخرى نشوفوا التقرير ونرجع مره ثانيه.
تواصلنا مع طبعا شباب الرياضة. الشباب الرياضة كلمة حاضر واحد موجودة، لكن كمراقبة وك طبعا متابعة للشركة ما فيش، لأن المفروض حتى الشباب الرياضة يكون لها مثلا مهندس، يكون لها مثلا ناس متخصصين باش شنو يديروا، يتابعوا حتى المقاولين المشرفين على إنشاء الملعب وصيانته. بالنسبة للبساط، البساط وصلتنا معلومة أن في يوم من الأيام البساط وصل حتى لل، وكنا متوقعين في لحظة نجوا يركبوه، بعدين الواضح ان مشي لتركينا ثاني واشبح وين كان. بالنسبه للرياضيين، الرياضيين سواء كان فئات سنيه سواء كان الكابر، الفئات السنيه تمارينهم وتدريبهم كلها في المدارس وفي الشوارع هذه في وعندنا. بالنسبه للكابر طبعا تدريبهم كله في طبعا بعض من الانديه بارك الله فيهم اللي متكرمين ويعطوا فينا في يوم اثنين باش ندربوا رياضييننا. شوفوا شوية للشارع الغربي، الشارع الغربي قلعة كبيرة وطلعت رياضيين الحمد لله لعبوا في جميع الأندية ولعبوا في المنتخب. والله أنا يعني ابن أحد هذه المؤسسة العريقة، وما كان الآن طبعا ما لعبش معاهم، ما كان الشباب يعني عندي عليهم معلومات، فتعبين جدا يتمرنوا في الأندية، يعطوا فينا يوم أو اثنين، يتمرنوا في ملاعب جانبية في المدينة الرياضية. فالنادي يعني على تشبح فيه يعني النادي في وسط البلاد جاي، ويعني مهتمين بالنوادي الاخرى كلها، داروا لها ملعب معشب على الشارع الغربي، ما ينظروا لهاش حتى بعين الاعتبار. يعني نادي طلع اجيال ليبيا في عز الثمانينات، والفريق الاول منتخب كان يلعبوا فيه جله من لاعبين الشارع الغربي. اذا كيف شفتوا اللافت اللي شفناه، شفنا لافت ملعب نادي الشارع الغربي، لكن للاسف ما شفناش اي مقاومات لنادي، لا بنيه تحتيه لا ملاعب لا الاسم فقط لا اكثر ولا اقل. على كل حال الحديث حول هذا الموضوع بشكل مش بالتفصيل طبعا، لكن بشكل سريع معنا السيد خالد الامين مدير كره بنادي الشارع الغربي. سيد خالد، بدايه اهلا بك، ويا تحدثنا هذه الاشكاليه اللي صايره حاليا. يعني نادي الشارع الغربي نادي ليبي يعني كما نعرفه، لكن وفي في قلب العاصمه، يعني مش عارف انتم كيف كان تواصلكم مع مؤسسات الدوله سواء شباب الرياضه او اي مؤسسه اخرى. سيد خالد تسمع فيا؟ سيد خالد الامين، يا ريت الشباب ياكدون على المكالمه بس. اذا كان معنا سيد خالد الامين، يعني النادر مش عارف، شفت الصور وشفت اكيد اكيد شفنا نادي الشارع الغربي، نادي عريق في طرابلس، بدايه من المؤسسين المرحوم رحمه الله عليه الاستاذ البدري مفتاح، مروا من خلاله خاصه على مستوى الفئات السنيه. كان في فترتنا احنا كان من الانديه اللي نحسبوا لها الف حساب، وخرج عديد من اللاعبين، وكان عنده مدرب من المدربين المعروفين الاستاذ محمود السعاجي، مدرب فئات سنيه في هذا النادي. طلعوا منه لاعبين عديدين في الاهلي والاتحاد وفي عديد من الانديه، منهم ايمن اسماعيل المدافع، وعادل بن عيسى في الاهلي، ايمن اسماعيل في الاتحاد، والاستاذ محمد اسماعيل نفس الشيء. قصدي نادي عريق وعندها معناها تاريخ في الرياضه في طرابلس بالتحديد. نتمنى لفته من هيئه الشباب والرياضه الاهتمام بمرافق النادي، خاصه الموقع الجغرافي الجيد اللي يمتاز به في جورجي، نادي شارع غربي، علاش لا نشوفوه ينافس من جديد ويرجع. في فتره من الفترات كان معناها فيه عديد من الاسماء اللي طعمت الانديه في طرابلس، ونادي له قيمته في 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 الرياضه الليبيه. نتمنى عودته ان شاء الله بجديه، معناها نوجه رسالتنا احنا في مكاننا هذا لهيئه شباب الرياضه الاهتمام بهذا النادي العريق. تمام، خلينا نشوف السيد خالد الامين معنا مره اخرى، حاولوا معنا الزملاء الاتصال. سيد خالد تسمع فيا؟ مساء الخير اخي عبد الرؤوف.
معك عمر الجزيري يا كابتن، ومعك سمير عبود وعز الدين المصراتي ونادر كارم معنا في الاستوديو. بدايه خالد، خلينا نشوفوا، شفنا تو الصور الخاصه بالملعب نادي الشارع الغربي. الموضوع مؤسف يعني، ما شفناش الا لافته ان هذا المبنى وهذا المقر هو ملك لنادي الشارع الغربي. يا ريت توضح لنا الصوره اكثر، انتم كيف كان تواصلكم مع هيئه شباب الرياضه والمؤسسات الليبيه الاخرى؟ في البداية طبعا تحية لكم وتحية لضيوفك الكباتنا نادي الكرم سمير عبود مش عارف عز الدين المصراتي وعز الدين والكابتن عز الدين المصراتي، بنلغ لهم السلام جميعا. طبعا والله بصراحة برنامج نادي الشارع الغربي بصراحة مأساة اللي صايرة فيه، وكم من مرة يعني تكلمنا على هذا النادي، وتم مواصلتنا مع الدكتور بشير القنقري، لكن كانت وعود فاشله نعتبرها. المشروع طبعا بادي بدايه المشروع من شهر 10/2019. شهر 10؟ شهر 10/2019. الى هذه اللحظه لم يستكمل الملعب وعدم استكمال شبكه المياه والمرافق في الملعب. سبب التعطيل طبعا اسمه والله غير معروف. مع هذا بالرغم طبعا انا نكلم فيك يا مواطن غيور على ناديه وشارعي اللي تربيت فيه. لكن حسب تواصلي مع رئيس النادي بدنا نمشوا للدكتور بشير القصري وبلغوه على المشروع، وكانت يعني ما فيش اي تواصل مع الشركه. وحسب المعروف ان الاستاذ بشير القنقري اللي هو رئيس هيئه الشباب والرياضه كنا تواصلت مع الشركه اللي ماسكه المشروع، ولكن اللي اتضح بان الشركه كانت مقصره. اللي نطلب المفروض ان الدكتور بشير كان يتبع المسؤول عن الشركه او تكليف شخص من هيئه الشباب لمتابعه الشركه الى حين التجهيز. يعني نستغرب يعني يا اخوي معلش، في عدة أندية تم تجهيز ملاعبها، ومش طعن هنا في الأندية أو تقليل من مكانتهم، ولكن مفروض نادي الشارع الغربي أسوأ بهذه الأندية. سيد خالد النادي هل قايم يعني فيها العاب وقاعدين يلعبوا في فئات سنيه وفي رياضات اخرى داخل النادي، ام ان الموضوع الصيانه هو اللي اخر تواجد رياضيين داخل المؤسسه؟ لا، بالرغم من هذا التقصير من هيئه الشباب الرياضه الا مجموعات الشباب في النادي، احنا لا تو نقول في نادي الفريق الاول، بارك الله فيهم المشرفين على ملعب البوسافي ان اعطونا الساعات يتمرن على الفريق الاول اللي هو يقوم في تصفيات الصعود للدرجه الاولى، وامس كانت اول مباراه، والفئات السنيه الى تو حتى هم يتمرنوا في اماكن يكون لو مثلا عندكم الصوره يعني حاجات ماساه يتدربوا فص جردينا فيها دواجن وفيها يعني شيء مؤسف، وفوق هدايا مجهودات الشباب من مدربين واحد لم يدخلوا مش باخذين على انا من غير تراو على ناديه، هذا ناديه اقل حاجه انا هيئه شباب الرياضه اقل حاجه احنا يا سيدي على خاطر رجل اعطى للكره الليبيه من لا يعرف البدري مصراع ومجهوداته كبيره في الرياضه. نادي الشارع الغربي يا اخوي احنا اقل، ونزيد الثانيه كان يغذي في الانديه الكبيره. نعطيك بعض الاسماء امثال محمد اسماعيل، محمد مقلوب، شادي الزرقاني، خالد العايب، عبد الله الثورغي، ايمن اسماعيل، عادل بن عيسى، محمود الكاتب، والقائمه تطول يا اخوي. لكن مش عارف التهميش اللي صاير للنادي هذا الله اعلم. الرسالة وصلت سيد خالد، يعني إن شاء الله تكون الرسالة وصلت للهيئة العامة للشباب والرياضة والمسؤولين. طبعا الكباتن اللي يحييوك على راسهم الكابتن نادر كارا والسيد وايد الكابتن عز الدين مصراتي والكابتن سمير عبود. والله بصراحة أنا مشكورين جدا بصراحة الكابتن نادر وسمير عبود والكابتن مصراتي، بصراحة مجهودات وكان من أحسن البرامج اللي نتبع فيها، لأن تسلط الضوء على جميع المناشط الرياضيه، وكلمه الحق انا نسمع بها من منبركم هدايا. تسلم كابتن، تفضل كابتن نادر. ان شاء الله نشوفه الشارع الغربي زي ما ذكرت استاذ خالد، نمسي عليك بالخير. نادي عريق ومروا من خلاله عده لاعبين ومدربين
بداية من المؤسسين المرحوم رحمة الله عليه الأستاذ البدري مفتاح. نتمنى أن يكون في اهتمام من هيئة شباب الرياضة في استكمال مرافق هذا النادي بحيث يعود أبناء النادي أبناء منطقة قرجي لمزاولة نشاطهم داخل النادي اللي تربوا فيه. ولازم تكون معناها التفاف كل المجهودات وكل أبناء ومشجعين هذا النادي العريق، إن شاء الله نشوفوه في أقرب وقت مستكمل مرافقه ويعود بنشاطه وفئاته السنية اللي تعودنا عليهم دائما الطعم في الأندية في طرابلس. مشكور جدا كابتن نادر على هذه الكلمات حق نادي شارع غربي. كلمة أخيرة يقول لي كلمة أخيرة نعطيها، نادي الشارع الغربي جاي في أماكن في مكان حيوي يعني من عدة جهات، شارع أبو المختار، شارع الجمهورية، شارع الغربي، حي لندن، المدينة الرياضية، يعني شباب رياضيين ما شاء الله. الشباب بيبيعوا، لو مثل البرنامج هذا حيقعد هيك مانيش عارف، يعني أغلب الشباب حيضيع. شكرا كابتن خالد، شكرا رسالتك وصلت اكيد، وان شاء الله المسؤولين في شباب الرياض وايضا المؤسسات الليبيه في الاستماع ان شاء الله، ونرجع ونشوفوا الشارع الغربي متالق دائما كما عودنا في انجاب عدد كبير من النجوم اللي مثلوا منتخباتنا الليبيه في عديد من الرياضات. شكرا لك سيد خالد الامين، شكرا لك. طبعا شكرا مشاهدينا، وصلنا لختام حلقه اليوم في برنامج الاسبوع الرياضي. تحدثنا عن الملاعب ورفع الحظر على الملاعب الليبيه، تحدثنا عن اعتزال احمد بن علي، تحدثنا على الشارع الغربي، رده فعل الشارع في تونس وفي مصر حول رفع الحظر، وايضا منافسه المنتخبات المنتخب التونسي والمنتخب المصري لمنتخبنا الوطني في التصفيات الافريقيه وايضا تصفيات المويه لكاس العالم. تحياتنا ايضا للكباتن الموجودين معنا، كابتن سمير شكرا لك تواجدك معنا اليوم، شكرا. ايضا كابتن عزيز مصراتي تحياتي، شكرا لك. كابتن نادر كارا شكرا جزيلا شكرا لك، شكرا. وايضا تحياتنا ايضا للكباتن احمد فاروق والسيد نادر داود من تونس ومصر، وايضا السيد محمد قريميدا مراقب الامني بالكاف وامين الامين المساعد للاتحاد الليبي لكره القدم، والسيد فرج الفرجاني، وايضا تحياتنا للزملاء في قسم الرياضه على راسهم الزميل عبد الرؤوف الرياني منتج هذه الحلقه، والزميل عبد الرحمن القري، وايضا كافه الزملاء اللي طبعا اظهر هذه الصوره لكم المشاهد الكريم والوصول لهذا المستوى البرنامج الاسبوع الرياضي. تقبل تحياتي وتحيات جميع الزملاء والكادر الفني في هذه الحلقه، الى اللقاء. ميسي ميسي Two kicks have been a bit. This one drops in. It's again red. It's ecstasy. And he tee up someone in red. And he goes towards Liverpool. سلمت أيديك الكريمة وسلمت لي يا طيبة، من دون لمستك الرحيمة تغدو حياتي متعبة، مدي ذراعيك وضمي يا أمي، لم كنت حزينا لولاك يا ماما سلمت يمناك، انت بعمري نعمة ربي من أجل هدائي سواك، أرسلك إلى الكون سلاما يا ماما. هومر امتلكها بثقة. هذا البرنامج برعاية